وبركاته. اهلا بكم جديد ويوم جديد من ملعب الاهلي. اليوم الثالث في الاسبوع الثاني للدوري المصري 2018-2019 هاجمع ما بين الاهلي والمصري او المصري والاهلي، لان هي لقاء او مباراه المصري هو صاحب الارض فيها. الاهلي بيسعى فيها للحفاظ على تفوقه واستمرار تفوقه اللي شهدوا اخر ست لقاءات ما بين الاهلي والمصري. سبحان الله، رغم ان هم اقيموا على موسمين لكن كل موسم فيهم شهد ثلاث لقاءات ما بين كاس وما بين دوري. البداية كانت في موسم 2015-2016، كانت الأهلي والمصري 3-1 بصفارة جهاد جريشة، واللقاء الثاني في الدور الثاني كان يجمع ما بين الأهلي والمصري والتعادل الإيجابي 1-1، وكانت مباراة الكاس الشهيرة لو تتذكروا 15-8-2016 جمعت ما بين الأهلي والمصري، وقدر التفوق الأهلاوي وتفوق للنادي الأهلي إن هو يحسم الكاس على حساب المصري في اللحظات الأخيرة بهدفين لعمرو جمال، وكان أحمد فتحي أحرز هدف الفوز في الدقيقة حوالي 122 أو 123 من عمر المباراة اللي امتدت للتسعين بعد التسعين دقيقة الوقت الإضافي. السنة اللي فاتت شهد برضو ثلاث لقاءات ما بين الأهلي والمصري، اثنين في الدوري كان زي ما انتم شايفين كده ومتابعين، دي كانت السنة اللي قبل اللي فاتت. التفوق الأهلاوي زي ما قلت لحضراتكم شهد لقاءين في الدوري المحلي، 2-0 في الدور الأول عن طريق أزارو وعن طريق وليد سليمان، وليد أزارو ووليد سليمان، والدور الثاني عن طريق أحمد حمدي وصلاح محسن، وكان طبعا وليد أزارو أحرز في مباراة السوبر اللي كانت في الإمارات. يبقى آخر ست لقاءات وآخر ست مباريات جمعت ما بين الفرقتين في تفوق أهلاوي كاسح، 11 هدف هي حصيلة اللي أحرزه الأهلي في شباك المصري من ست لقاءات مقابل 3 أهداف، 5 انتصارات وتعادل وحيد. لم يلقى الأهلي أي هزيمة في آخر ست مباريات، 5 مباريات فوز لصالح النادي الأهلي شهدتها أو بدايتها كانت في المباراة اللي احنا شايفينها ديت، كان تفوق أهلاوي على حساب المصري بثلاث أهداف عن طريق مروان محسن وسعد سمير وعبد الله السعيد. انتهت اللقاء وانتهى اللقاء ده بتفوق أهلاوي 3-1. احنا بنجمع المباريات ديت عشان هنبدا نتكلم كل مباراه بناخد منها ايه وبتطلع منها ايه، وهنستدل بده باللي احنا بنشوفه من الاهداف. اللقاء الثاني رغم ان كان الاهلي حاسم اللقب منتهي اللقب بالنسبه له والدوري خده بالنسبه له، لكن بيسعى ان هو يخرج الموسم او يخرج من الموسم بلا هزيمه، ورغم ان المصري تقدم عن طريق محمد الشامي في الدقيقه 78 او 79 ان لم تخني الذاكره، لكن صالح جمعه في الدقيقه 87 او 88 ما رضيش ابدا ان هو يخرج الموسم والاهلي خسران، وتعادل في الدقيقه 87، ودي هناخد برضو منها بعض الحاجات، ان انت بتشتغل لحد اخر ثانيه رغم ان الهدف اتحقق الهدف الكبير، لكن كمان في كمان بعض الاهداف بتسعى لتحقيقها، روح الفانيلا الحمراء، الكلام على الاصرار، الكلام على المكسب، الكلام على اللعب لحد اخر ثانيه حتى لو البطوله اتحققت، انت مش عايز تخسر، وده اللي احنا بنربيه في اولادنا الصغيرين او الاشبال اللي طالعه، ان انت بتلعب الكوره عشان تكسب ايا كانت المنافسه اللي بتلعب فيها وايا كان المرحله اللي انت موجود فيها. السنه اللي فاتت بقى بدايه الدور الثاني كانت مع المصري في الدوري، وليد أزارو واحد من احسن الناس او من افضل الناس اللي قدمت موسم رائع جدا السنه اللي فاتت، وهو هداف البطوله، وكان ده واحد من الاجوان المؤثره والمهمه جدا، وده كان في الدقيقه 23 او 24 برضه، انا مش شايف على الشاشه قوي لكن هي تقريبا في الوقت ده، وليد أزارو، وكان قدر بعد كده وليد سليمان ان هو يجيب الجول الثاني في الدقيقه حاجه و70، وتفوق اهلاوي مستمر وممتد. الدور الثاني بقى شهد المباراه مجموعه كبيره جدا او شهدت المباراه مجموعه جدا كبيره جدا من الناشئين، كانت اللعيبه الاساسيه كلها او اللعيبه الكبيره كلها ما كانتش موجوده او كانت في فتره راحه، نظرا لبعض الدوليين كمان كانوا هيشاركوا مع المنتخب ومزيد من الراحه قبل مشاركتهم مع المنتخب استعدادا لكاس العالم. فده احمد حمدي بانت بصمته واداؤه في المباراه، وقدر ان هو يتفوق على نفسه وقدر ان هو يحرز هدف، وكمان كان معاه صلاح محسن وكان اكرم توفيق من الناس اللي عملت مباراه كويسه جدا، محمد شريف كانت البدايه كاول مره يلعب بشكل اساسي، صلاح محسن زي ما قلت لحضراتكم، اكرم توفيق، محمود الجزار مع محمد هاني مع المجموعه اللي باقيه، هشام محمد نزل لان باسم علي كان اتعور، شهدت مجموعه من اللعيبه صغار السن،
وده واحد من الاهداف الرائعه جدا لواحد من الناس الموهوبه اللي هيبقى له شان كبير، بس يشتغل على نفسه ويهتم بتدريباته ويهتم باللي بيتقال له سواء كان من على المستوى التنظيمي او المستوى الفني من الجهاز الفني. ده صلاح محسن، كل مقاومات اللعيب السوبر، كل المقاومات اللي تخص اللعيب السوبر عند صلاح محسن: سرعه، مهاره، جامب، اشتراك، قوه، تسديد، كل حاجه عنده. يبقى بس ان هو يبقى دايما حاطط اهداف قدامه ويسعى ان هو يحققها. دي المباريات اللي كانت خاصه بالدوري كلها فوز 3-1، 2-0، 2-0، وكان تعادل وحيد في مباراه كان الدوري فيها اتحسم خلاص. كل دي مباريات الدوري في اخر موسمين. في مباراتين كمان في بطولات محليه لكن مختلفه، واحده في نهائي الكاس وواحده في السوبر. واحده في نهائي الكاس واحده في السوبر. المصري تقدم في الدقيقه 110، وبعد كده في الدقيقه 117 او المصري تقدم في الدقيقه 103 او مش فاكر بالظبط الدقيقه قد ايه كانت كام في الشوط الثالث، والدقيقه 117 بتظهر روح الفانيلا الحمراء، بتلعب للثانيه الاخيره، بتلعب للحظه الاخيره، بتلعب حتى صفاره الحكم، حتى قبل الحكم ما يصفر بثانيه. دي كان الحكم بيصفر خلاص، يعني الحكم خلاص واحنا قاعدين على الدكه بره الحكم هيصفر خلاص، وكان اصلها ضربه ركنيه للنادي المصري، لكن الروح، الاصرار، العزيمه، الثقه اللي اتكلمنا عليها من يومين، عندك الثقه في امكانياتك وقدراتك وتاريخك ومهاراتك ومقاوماتك وكل الحاجه، كل حاجات النجاح او كل مقاومات النجاح عندك، عندك الشخصيه اللي تضرب، عندك الشخصيه اللي تاذي، عندك الشخصيه اللي توجع، عندك الشخصيه اللي تخليك دايما في المقدمه. احمد فتحي بيلعب باك رايت، لكن في الكره ديت موجود مكمل، وهي اصلا في الثلث الاخير من النادي المصري، لكن هو مصمم، عايز يعمل حاجه، عايز يقول حاجه، وكان له ما اراد. دي كانت مباراه المصري مع الاهلي في نهائي كاس مصر 15 اغسطس 2017 السنه اللي فاتت، في تحديدا 12 يناير 2018 السنه دي، يعني جمع السومر السوبر الاهلي مع المصري مره 5 او مره 6 في الامارات. لكن هنا يبقى هنا بقى العزيمه، يعني خدنا روح الفانيلا الحمراء، خدنا هنا بقى الاصرار بتاع وليد ازارو، يعني مصمم، الكره ميته، شبه ميته، لكن هو مصمم ياخدها، بيحاول عشان ياخدها، مصمم على حاجه هيعملها وتحقق له ما اراد. فاذا كل مباراه بتلعبها، كل المباريات اللي بتمر بيك لازم تاخد منها خبره، يبقى عندك رصيد ينفعك في اللي جاي. مباريات المصري كده، مباريات بتنتهي في اول البدايه او في البدايه في المباريات، في الدقيقه 20، الدقيقه 15، الدقيقه 22، الدقيقه 23، تعمل تركب المباراه، تسيطر على المباراه، تبقى المباراه سهله، عندك خطوط تلعب فيها، عندك مساحات تلعب فيها. وفي مباريات لا، بتمتد لحد الثواني الاخيره وحتى اللحظات الاخيره، انت شخصيتك اقوى، انت شخصيتك اعلى، انت رصيدك اكتر، انت مشوار عظيم، انت مشوار كبير، فبتلعب لحد اخر ثانيه، بتقلب الضغوط على الفرقه الثانيه، فبيتحقق ليك اللي انت عايزه. فكل مباريات في المباريات الكبيره بتاخد منها درس، بتاخد منها عبره تفيدك وتبقى لصالحك في اللي جاي. عشان كده بس بقول دايما كل المباريات الكبيره لازم تستفاد منها. الاهلي بيخوض اللقاء وهو عنده ثقه في اللي فات، عنده ثقه في التاريخ، لكن كل مباراه حصلت او كل نتيجه حصلت انت بتستفاد منها. بتستفاد زي ما انا قلت في البدايات، ممكن ربنا يوفق ويجيب جول، مفيش مشكله ابدا، بتلعب بقى بتنظيم، شكلك ما بيتغيرش حتى لو انت جايب جول او لا قدر الله جايب فيك جول. استعرضت النتائج دي ليه؟ لانها شهدت كل حاجه. في مباريات في الست مباريات دول يعني اهداف اتحققت بدري او جت بدري، فبتتعامل مع بقيه المباراه ازاي؟ في مباريات لا دخل فيك انت جول تمام، فبتتعامل معاها ازاي؟ في مباريات دخل فيك جول متاخر مش جول بدري كمان، فانت بتسيطر وبتبقى مصمم ان انت ترجع للقاء، لا ده في مباريات اصلا دخل فيك اهداف متاخره، لكن هنا بتظهر الشخصيه، الثبات، التقل الفني اللي انا دايما يعني مقتنع بيه تماما. التقل الفني مفيش مشكله، كل المباريات عندك متسعه للرجوع طالما انت تملك الشخصيه، عندك متسع ان انت ترجع للقاء او عندك تتفوق في اللقاء او تثبت نتيجه او تغير نتيجه، طالما انت عندك التقل ده، الثقه في الامكانيات بتاعتك، الثقه في قدراتك، الثقه في زمايلك، الثقه مش في نفسك بس، الثقه كمان في زمايلك.
فحتى لو جه فيك جون متاخر ولا حاجه مفيش مشكله، هتتعامل. فاضل دقيقه، فاضل دقيقتين، فاضل اربعه. الجول اللي جه في موسم 2016 2017 في الاهلي عن طريق محمد الشامي كان في الدقيقه 80 او 79 حاجه كده، ومع ذلك رجعت عن طريق صالح جمعه في الدقيقه 87 88. الجول اللي جه في نهائي الكاس في بطوله يعني كل الناس كانت مستنيها في بورسعيد بالتاكيد، جه في الدقيقه 103 او 104 ومع ذلك رجعت في الدقيقه 117 وتفوقت في الدقيقه 122. مفيش مشكله، في اهداف احرزها وليد ازارو في الدقيقه 23، وفي اهداف احرزها مروان محسن في الدقيقه الرابعه ولا الدقيقه الخامسه. كل السيناريوهات مطروحه، كل الحاجات ممكنه، كل الحالات ممكن تحدث، انت تتعامل معاها ازاي. لكن الاهم في كل ده ان انت تملك شيء لا يملكه غيرك، روح الفانيلا الحمراء. ما لقيتش ابدا حاجه اسمها روح الفانيلا الكذا، الزرقاء، الصفراء، البيضاء، الخضراء، مفيش كده. هي روح الفانيلا الحمراء ممجوده ومستمده جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، رغم مرور الوقت، الدقايق، الاهداف، هتظل روح الفانيلا الحمراء. الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. روح الفانيلا الحمراء اوعوا تنسوها، اللون الاحمر هو رمز البطوله. ستة وربع ده الميعاد دلوقتي، باقي حوالي ساعتين الا ربع على بدايه اللقاء. واحده من اهم اللقاءات الاسبوع الثاني، هي الاهم، مش من اهم، هي الاهم في الاسبوع الثاني، وتشهد ما بين يعني بطل الكاس 2017 وبطل او وصيف الكاس 2017، الاهلي والمصري. اجواء اللقاء على طول مع كريم احمد. كريم، مساء الفل، اتفضل يا كريم لو سمعني، اتفضل على طول. تحياتي ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، كل نجوم الاستوديو التحليلي، جمهور النادي الاهلي في كل مكان. لحظات وينطلق الباص الخاص طبعا بفريق النادي الاهلي هنا من فندق الاقامه بالاسكندريه الى ملعب برج العرب، حيث مباراه النادي الاهلي والمصري في الساعه 8 مساء ان شاء الله النهارده. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. النادي الاهلي يمكن كما نعلم جميعا تعادل في المباراه الاولى، الاهلي والاسماعيلي، لكن في تركيز كبير، في تركيز شديد جدا للاعبي النادي الاهلي النهارده لحصد 3 نقاط ان شاء الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي. سريعا لو بنطمن على اجواء فريق النادي الاهلي، النادي الاهلي معسكر طبعا هنا في الاسكندريه، مستر باتريس كارتيرون كابتن محمد يوسف كان فيه مران اخير على الملعب الفرعي هنا في برج العرب، كان في بعض الجمل التكتيكيه، الوقوف على التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي، بعض المهام الهجوميه والدفاعيه للاعبي النادي الاهلي، وفي تركيز شديد وكبير جدا بناكد عليها كابتن سيد من خلال رؤيتنا لمعسكر الفريق. عوده فتحي وليد سليمان و حسام عاشور يمكن ابرز اللاعبين اللي هيعودوا النهارده للتشكيله الاساسيه او ايضا كمان قائمه فريق النادي الاهلي. كان حسام طبعا كان عنده كدمه في الركبه، احمد فتحي كان بيشتكي من العضله الضمه، وليد سليمان ايضا اصابه، لكن جاهزين الحمد لله النهارده، طمنا عليهم في مران الامس هنا في برج العرب. وان شاء الله زي ما بنقول بنتمنى التوفيق لطاقم التحكيم بقياده الحكم محمود البنا وطبعا الطاقم المساعد النهارده في هذه المباراه، مباراه غايه في الاهميه. عارفين بيبقى ليها طابع خاص هذه المباراه، مباراه النادي الاهلي والمصري، عند جمهور النادي الاهلي، عند مجلس الاداره، عند اعضاء النادي الاهلي، واكيد ان شاء الله النهارده تكون ال3 نقاط من نصيب النادي الاهلي. لحظات بسيطه كابتن سيد، وينطلق اتوبيس النادي الاهلي الى ملعب برج العرب الاستاد ان شاء الله ليستقبل هذه المباراه، واكيد هنكون مستمرين معاكم هنا من فندق الاقامه وايضا ان شاء الله من استاد برج العرب، واكيد باذن الله ان شاء الله عقب انتهاء المباراه يكون لنا لقاءات هامه مع لعيبه النادي الاهلي، نفرح معاهم ان شاء الله بحظ 3 نقاط مهمين جدا. كابتن سيد، عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب شكرا كريم، يعني هنرجع لك بالتاكيد عشان تفاصيل اكتر والتشكيله كمان.
اذكركم بالاسبوع الثاني اللي بدا بلقاء الزمالك والاتحاد وتفوق الزمالكاوي على الاتحاد 5-1، وبعدين امبارح كان في ثلاث لقاءات، حرس الحدود بيخسر من الداخليه 2-1، الاسماعيلي بيتعادل مع بتروجيت 0-0، وكان الجونه بيفوز على وادي دجله 3-1. النهارده اللقاء الاهم، لقاءنا الاساسي، هيجمع ما بين الاهلي والمصري او المصري والاهلي، هو لقاء المصري زي ما قلت لحضراتكم بصفاره محمود البنا، تحسين السادات، احمد حسام طه هو معاونيه بالتاكيد في اداره اللقاء. محمود البنا واحد من الحكام المميزين جدا، يعني حكم للاهلي 22 لقاء، قدر الاهلي انه يفوز بصفاره محمود البنا 15 لقاء، وبعدين تعادله في 5 لقاءات وخساره مباراتين بصفاره محمود البنا. يعني كانت اللقاء الاول امام المقاولين العرب، خسر الاهلي 1-2 على استاد الجبل الاخضر، وكان تم طرد وائل جمعه في اللقاء ده في بنالتي اتحسب على النادي الاهلي، كان اساسا بره ال 18 وتم طرد وائل جمعه في الوقت ده. والمباراه الثانيه اللي خسرها الاهلي بصفاره محمود البنا كانت تجمع ما بين الاهلي ومصر المقاصه في استاد بيترو سبورت، وده كان موسم 2015-2016، كان اسبوع الرابع بضربه او كره ثابته زي ما حضراتكم فاكرين. دول المباراتين اللي خسر بيهم الاهلي مع محمود البنا، لكن 15 لقاء فاز الاهلي بصفاره محمود البنا، وخمس لقاءات انتهت بالتعادل. المباراه الوحيده اللي جمعت المصري مع الاهلي او الاهلي والمصري تحت صفاره محمود البنا سابقا هي المباراه اللي شهدت عوده المصري بعد الاحداث المؤسفه طبعا، وعبر التاريخ مش عبر الدوري المصري بس، احداث طبعا 1 فبراير 2012 بعد رجوع المصري للدوري الممتاز مره ثانيه، مباراه اقيمت في الجونه على استاد الجونه وتعادل الاهلي 1-1 عن طريق رمضان صبحي، وكان محمود عبد الحكيم كان جاب جول المصري بفاول كان عن لصالح سمير سعد سمير قاتل، ومحمود البنا يعني ما شافهاش ما قدرهاش، ده كان تقديره في اللحظه ديت. لكن تعادل الاهلي مع المصري بصفاره محمود البنا في اول رجوع للمصري مره ثانيه، ودي المباراه الوحيده اللي ادارها تحكيميا محمود البنا للاهلي مع المصري، او المنافس بتاعه كان المصري. يبقى محمود البنا ادار مباراه واحده بس من 22 مباراه للاهلي كان طرفها المصري، انتهت بالتعادل 1-1، ودي المباراه اللي شهدت عوده المصري بعد فتره غياب طبعا بعد الاحداث المؤسفه والكارثيه اللي شهدت طبعا رحيل 74 مشجع اهلاوي. محمود البنا من الحكام المميزين جدا والمنطقيين جدا جدا وكل حاجة في إدارتهم حتى للتحكيم، واللي عنده شخصية، لكن على المستوى الشخصي احنا جايبين المعسكر بنتكلم على البنا، بس جايبين المعسكر مش مشكلة، فاحنا بنتكلم على محمود البنا، واحد من الناس المميزة جدا، واحد من الناس الحكام اللي لهم مستقبل واعد. انا بعيب عليه بس بعض اللحظات او بعض المواقف ان هو بياخدها بشكل عندي سن، يعني بعض الاوقات كده لو في كورة مشكوك فيها في صحتها في عدم صحتها اللي بعدها ممكن يبقى فيها عند سن، يعني ممكن مثلا انا فاكر كده كان في الكره لعبد الله السعيد مع في الداخليه كتفه اتخلع والدنيا كلها يعني شافت ركله الجزاء صحيحه مليار في الميه، وهو تغاضى عنها لان في واحده قبلها او في كره قبلها كان مشكوك فيها هي فاول ولا مش فاول، هي كانت فاول بس كان في اعتراض شديد جدا على محمود البنا اللي بعدها كان فيها عند سن، هي دي اللي انا باخدها عليه شويه، لكن هو من الناس اللي انا اشهد لهم ان هو حكم كفء جدا، يعني في اوقات كتير ما كانش موفق معانا في الاداره التحكيميه، لكن هو ما فيش ما تحسش دايما او اي هو اي حكم مصري يعني ما تحسش ان في يعني نوع من التراجع من الاتجاه، لا لا سمح الله، جاهزين جدا، محتاج كمان احنا نساعده، مش احنا كمحللين او احنا كمسؤولين، الحكام نفسها تساعده او لجنه الحكام تساعده ان هو يكون موجود على الساحه الافريقيه، لو خد خبرات افريقيه وشهد دي، ده اللقاء اللي انا اتكلمت مع حضراتكم عليه، ده اللقاء الوحيد اللي اداره تحكيميا الاهلي والمصري تحت صفاره محمود البنا، هو اللقاء اللي اقيم على استاد الجونه، ولو انتوا عندكم الهدف اللي احرز منه محمود عبد الحكيم كان هدف تقدم للمصري على حساب الاهلي كان من فاول صريح جدا يعني. فاقول ان محمود البنا واحد من الحكام المميزين جدا، كابتن سامر عثمان طبعا هيجيب لنا الحالات التحكيميه والخاصه بيه ودرجاته والامور الفنيه والمساعدين تحسين السادات واحمد حسام طه، لكن انا بتكلم بشكل عام من خلال يعني رؤيتي او متابعتي او تواجدي مع محمود البنا، مميز جدا جدا، اللياقه عنده هايله جدا، الدنيا معاه كويسة، ما فيش اتجاهات، ما فيش ضعف في الشخصية، لا في سيطرة وما بيحسبهاش، بس ساعات بياخد الموضوع بشكل عند شوية، وده بيأثر عليه في اللقاءات أو في الحالات اللي بعد كده على طول. أتمنى له التوفيق إن شاء الرحمن النهاردة، وبإذن الله يعني لقاء
ما يبقاش في اي حاجه تحكيميه ولا جدل تحكيمي ولا في اي حاجه تخص نتيجه اللقاء او تشهد او تؤثر في نتيجه اللقاء. طيب حكم رابع احمد عبد الله، وحكم خامس محمد حسن، وطارق مجدي. طارق مجدي مساء الخير يا كابتن طارق. مساء الفل. حسبش اللي هيضرب الجزاء تلوش. ماشي. طيب عندنا شويه اخبار سريعه كده، وبعد كده بقى نستقبل ضيوفنا، ضيوف ملعب الاهلي النهارده، كابتن الكبار كابتن حماده صدقي، كابتن طارق العشي، وكابتن اسامه حسني. بعد الاخبار السريعه شويه، يعني الناس اللي هي مش موجوده او اللعيبه اللي مش موجوده في تشكيله الاهلي المتواجده حاليا في برج العرب، عملوا تدريب في الجيم النهارده. محمد نجيب، اسلام محارب، صابر الرحيل، الجزار، وباقه، واحمد علاء، واحمد حمودي، واحمد الشيخ، واكرم توفيق، وكريم ندفد، واحمد حمدي، ودول اتمرنوا كلهم النهارده الصبح. وضع طبيعي جدا. يمكن اسلام محارب هو الوحيد اللي خرج للاصابه عن التشكيله اللي فاتت. احمد حمدي كان موجود في ال 18 المره اللي فاتت خارج الصوره النهارده. انت عارفين ان في لعيبه دخلت ال 18 او دخلت المعسكر زي وليد سليمان، زي حسام عاشور، زي احمد فتحي، كانوا غايبين لاسباب الاصابه. هيدوا تقل بالتاكيد النهارده للفرقه. باقة هو بيتمرن تمرينه تاهيليه مع كابتن طارق عبد العزيز. باقة كان مش موجود في التدريبات الجماعيه بقاله يومين، فعشان كده كان موجود مع كابتن طارق عبد العزيز، زود شويه، مفيش مشكله. باقة ممكن الفتره اللي جايه يبقى له دور، يبقى ملوش دور، على حسب الجهاز الفني يشوف ايه الافيد للفرقه والاصلح للفرقه، وايه القرار اللي ممكن يتاخد مع باقة. طيب الغايب الوحيد النهارده من اللعيبه الاساسيه بتاعه السنه اللي فاتت او اللي موجوده حتى في بدايه المشوار السنه دي هو اجاي. اجاي عنصر فعال جدا، مؤثر جدا، افريقي بنكهه مختلفه. يعني ما بيعتمدش على القوه والاشتراكات والالتحامات قد ما بيعتمد على المهاره. يعني عنده حاجه كده اسمها السهل الممتنع في الترقيص، في المهاره، في التسديد، في مواجهه الخصوم. دمه كمان خفيف، واحد من الناس المميزه جدا جدا. يرجع بالسلامه ان شاء الله الرحمن للنادي الاهلي. هو أحد الصفقات الهامة التي أبرمها الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية. يمتلك موهبة مهارية وتهديفية رهيبة اكتذب بها آهات الجماهير، وذلك بعدما تعلقت قلوبها به بسبب السحر الكروي الذي وهبه الله تعالى في قدميه. هو النسر النيجيري جونيور أجايي. لم يتجاوز 3 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء بعدما انتقل لصفوف الفريق قادما من الصفاقس التونسي، إلا أن الجميع يشعر وكأنه أحد أبناء النادي الأهلي الذي نشأ وتربى بين جدرانه. ولد جونيور أجايي في 29 يناير عام 1996. بدأ ممارسة كرة القدم في نادي ليون النيجيري قبل أن يجذب أنظار كشافة النادي الرياضي الصفاقس التونسي الذي تعاقد معه في 15 سبتمبر 2016. ساهم في حصول الأهلي على العديد من البطولات منذ انضمامه للقلعة الحمراء بالتتويج ببطولة الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي، وذلك بعدما تألق النجم النيجيري في عدد من أبرزها المهاجم الجناح الأيسر. بكل تأكيد حالة من الحزن انتابت جماهير النادي الأهلي عقب إصابة النسر النيجيري جونيور أجاي في مباراة الفريق أمام تاونشيب رولرز البوتسواني والتي أقيمت في العاصمة البوتسوانية جابروني. هي الإصابة التي ستبعده عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة، ويخضع اللاعب حاليا لجلسات التأهيل من أجل العودة سريعا للملاعب.
خاض جونيور أجاي 15 مباراة مع منتخب نيجيريا الأولمبي، سجل خلالها 10 أهداف، وتواجد ضمن قائمة المنتخب النيجيري الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي حصل على المركز الثالث بعد فوز نيجيريا على الهندوراس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان اللاعب ضمن بدلاء هذه المباراة. النسر النيجيري جونيور أجاي. كارترون وحسام حسن المدير الفني للأهلي والمدير الفني للمصري، إزاي بيفكروا في اللقاء وهم عارفين كويس جدا جدا أهميته بالنسبة للفريق بتاعهم، وخصوصا هم مقبلين سواء كان الأهلي على عنده البطولة العربية أو البطولة الأفريقية، والمصري كمان عنده البطولة الأفريقية. 100% في تغيير في التشكيلتين سواء كان للأهلي والمصري، ده عنده أسبابه وده عنده أسبابه، هنعرفها من نجومنا في التحليل كابتن حمادة الصديق، كابتن طارق العشري، وكابتن أسامة حسني بعد الفصل اللي جاي، وحديث طبعا مهم جدا على الأمور الفنية الخاصة باللقاء المهم وهو أهم لقاء في الأسبوع الثاني الأهلي والمصري. هي مواجهة من طابع خاص تلك التي ستجمع بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وحسام حسن المدير الفني للنادي المصري، وذلك في تمام الساعة 8 مساء على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، خاصة وأن كلا المديرين الفنيين لديهما رغبة في الفوز من أجل المنافسة على احتلال صدارة الدوري الممتاز. تعتبر مواجهة اليوم هي الثانية بين كارتيرون وحسام حسن، حيث كانت المواجهة الأولى في 23 من إبريل عام 2016 حينما واجه المصري بقيادة حسام حسن نظيره وادي دجلة بقيادة الفرنسي كارتيرون ضمن مباريات الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز، وأقيمت على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف. ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم هي رغبة حصد النقاط الثلاث والسيطرة مبكرا على قمة الدوري، وبالتأكيد المواجهة بين حسام وكارتيرون هي مواجهة شبابية خارج المستطيل الأخضر، ستأخذ طابع الإثارة منذ البداية في ظل وجود عدد من اللاعبين المتميزين في الفريقين، كما نجح كل مدرب في تكوين فريق جيد ومتوازن بين الهجوم والدفاع. يتوقع الكثيرون أن تؤثر حالة الإجهاد على الفريقين، خاصة وأن الفريقين بدأا الموسم مبكرا حينما خاض المصري مواجهتين أمام نهضة البركان المغربي في المغرب والقاهرة، وأيضا الأهلي تقابل مع تاونشيب رولارز بطل بوتسوانا ونجح في إنعاش آماله الإفريقية من جديد. المصري والأهلي هي أهم لقاءات الأسبوع الثاني على الإطلاق، عشان كده في تشكيلة ملعب الأهلي معنا نجوم يقدروا يحللنا كل صغيرة وكبيرة خاصة باللقاء والأسبوع الثاني، لكن الأهم اللقاءات هو لقاء المصري والأهلي. تشكيلة ملعب الأهلي من يمين للشمال، يعني كابتن حمادة صدي مساء الفل. مساء الخير يا كابتن سيد، أهلا بيك ويا رب يكون يوم جميل النهاردة إن شاء الله. شرف. برحب بالكابتن طارق وكابتن أسامة. نورين. احنا محققين طلبات كل الناس سنها. كل الناس طلباتها مجابة. قصدك كابتن طارق يعني؟ مجهزين له البطاطس. نورنا كابتن طارق والله. ربنا يبارك فيك. بيقدمك اهو خلاص مفيش مشكلة. كابتن طارق العشري معانا منورنا. كابتن طارق مساء الفل. ربنا يبارك فيك يا كابتن سيد، تحياتي ليك كابتن حمادة وكابتن أسامة. إن شاء الله الرحمن يوم جميل كده بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. عارف اللي جواك طبعا. يوم جميل إن شاء الله. يعني جماهير النادي الاهلي النهارده تستمتع بالمباراه، وتبقى مباراه يعني
على قد طبعا قيمة النادي الأهلي وقيمة النادي المصري. النجم اللي طالع في تشكيلة ملعب الأهلي كابتن أسامة حسن، مساء الفل. ازيك يا كابتن سيد، اخبارك؟ انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك طبعا ومع كباتننا الكبار اللي متعلم منهم دايما، الكابتن حمادة الصدي والكابتن طارق العشر. كلام جميل. طيب كل واحد بيبقى جاي بيبقى راسم في دماغه تخيل للقاء كده كابتن حمادة قبل ما نخش في الامور الفنية، والنهاردة لقاء مختلف عن لقاء الاسماعيلي، يعني الاسبوع خلص الاولاني بشكله بكل حاجه خاصه بيه، النهارده التشكيله فيها اختلاف هنا وهنا لاسباب متغيره، لكن عايز اسمع من حضرتك يعني كلمه في الاول وبعدين اسمع من الكباتن كلمه وبعدين نخش في الامور الفنيه والتحليليه. طبعا زي ما انت قلت بالبدايه المباراه قمه، يعني في يعني الماتشات الكبيره بتاعت الفرق الكبيره، النادي الاهلي مع المصري كله بيطمح في الثلاث نقاط. الاهلي يمكن بعد التعثر في المباراه الاولى بالتعادل مع الاسماعيلي برده كانت مباراه كبيره، ان الاهلي بيواجه في بدايه الدوري اسماعيلي مصري. لما يحصل تعادل يبقى تعثر. طبعا اي فريق بيلعب على المركز الاول البطوله بيفقد نقطتين، مع اي فريق بيبقى هو بالنسبه له فقد نقطتين، برغم ان الهدف يعني جه في اخر المباراه قلنا النقطة يمكن فوز للنادي الأهلي اللي هو قدر ما يتغلبش المباراة نفسيا ومعنويا بالنسبة له، اللي هو ما بيخسرش أول مباراة في الدوري، تعادل مع فريق كبير كان متأخر بهدف وقدر يرجع في الوقت الضايع. المباراة الثانية قدام النادي المصري، النادي المصري اللي شغال في أفريقيا بشكل جيد، الأهلي برضه شارك في أفريقيا، فالفريقين على المستوى الفني والبدني جاهزين. كان في غيابات في النادي الأهلي المباراة الأولى، اعتقد هيبقى في عوده يمكن لفتحي او لحسام عاشور، اكيد هيعملوا اضافه للنادي الاهلي. النادي الاهلي اكيد كان في اخطاء المباراه الاولى كانت واضحه يمكن في نص الملعب، انا بمثل الاخطاء كلها يمكن تمثلت في الهدف اللي دخل في النادي الاهلي. لما تشوف الهدف اللي دخل في النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي ده تجسيد للمواقف السلبيه والاخطاء الدفاعيه في وسط ملعب النادي الاهلي. من الدبل باص، يمكن لو معاك لايتس دي الدبل باص اللي حصل، الناس بتتفرج مفيش الضغط اللي كان موجود في النادي الاهلي بالهدف اللي جه ده، تجسيد لموقف اخطاء يلخص المباراه كلها في اللي كانت موجوده فيها النادي الاهلي. اكيد النهارده العوده الموجوده، اكيد التحليل اللي حصل من للتيم في المباراه اللي فاتت من مستر كارتيرون اكيد هيصلح ويعدل، وعارف قوه النادي المصري وعارف اهميه اللقاء واثاره المباراه والحساسيه بتاعت المباراه نفسها، اكيد كل فريق عامل حسابه بشكل جيد. طبعا في الجانب الاخر كابتن حسام حسن برضو اكيد عامل شغل بيفاجئ بيه النادي الاهلي دايما، مباراه بيقدم مباراه كبيره كابتن حسام امام الاهلي والزمالك، فاكيد عامل حساب المباراه بشكل جيد وممكن يعمل يعني يفاجئك بحاجه في التشكيل او طريقه اللعب في الملعب. هنشوف ده. طب كابتن طارق، يعني تكمله لكلام الكابتن حماده، طبعا مفيش شك يعني مباريات الاهلي والمصري يعني تكملة المباراة الأهلي وإسماعيل، يعني زيها زي الديربيات دايما متعارف عليها من زمن بعيد، يعني يكفي أن تواجد وتاريخ النادي الأهلي مع تاريخ النادي المصري ديربيات كبيرة كلنا عشناها، ويمكن يعني كلنا كنا في المجال وكنا عارفين قد إيه أهمية هذه الديربيات وقد إيه أنها بتؤثر بالسلب وبالإيجاب اللي عند جمهور الفرقتين. فالنهاردة أنا يعني شايف أن هي مباراة لتاني اسبوع على التوالي للنادي الاهلي من العيار الثقيل، خاصه ان كان الاسبوع اللي فات مع النادي الاسماعيلي اللي هو وصيف الدوري السنه الموسم اللي فات، النهارده مع ثالث الدوري النادي المصري، ودايما الدربيات ديت لها طابع خاص، طابع خاص عند الجماهير، طابع خاص عند المهتمين، عند حتى المحللين، حتى عند اللاعبين ذات نفسهم. زي ما قلت لك المره اللي فاتت ان المباريات اللي زي ديت ما بتحتاجش شده من اللاعبين، خاصه امام النادي ممكن الاهلي. ممكن تحتاج العكس انت تهدي. بالظبط، هي مشكله النادي الاهلي اللي بيقابلها يعني، وده اللي مكتوب على النادي الاهلي من 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 زمن بعيد، يعني ان هو النادي البطل، النادي اللي بيدور على مركز واحد هو المركز الاول، فكل مبارياته بالنسبه له بتلعب خارجا وداخلا على الثلاث نقاط، تلعب على فرصة واحدة فقط لا غير. يمكن اللود شوية على النادي المصري، يعني بيلعب على نتيجتين، نتيجة تحقيق الفوز وتحقيق التعادل اللي يرضيه، خاصة أمام النادي الأهلي. فأنا شايفها مباراة حماسية،
داخل الملعب وحتى على خارج الخطوط بين الكابتن حسام وبين مستر كارترون. في النهارده برضو في تنافس كبير مدرسه فرنسيه ومع مدرسه مصريه. وفي الشك يعني برضو لابد ان ندي الكابتن حسام حقه الامانه. خلال 4 سنوات مع النادي المصري في طفره كبيره جدا جدا مع الفرقه وفي استقرار، ودي حاجه استقرار ايجابي جدا 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 يعني الامانه. يعني دخل في يعني السنه اللي فاتت ان هو يحافظ، ويمكن كان امبارح السنه اللي فاتت كان الدوري مشتعل، كون انه يحافظ على مكانته ان هو يخش ثالث وصيف، وبعدين اكتسب يعني خبرات كبيره جدا جدا من مشاركته في البطولات الافريقيه. بتشكل البطولات ديت بتثقل التيم بخبرات لانك بتلعب مع مدارس مختلفه. فالنهارده لما بتخرج من البطوله الافريقيه وبعدين بتلعب في الدوري المحلي، مفيش شك تحس ان في فرق كبير جدا من الخبرات انت بتنقلها للاعبين وبتنعكس عليك داخل الملعب. فالنهارده مباراه من العيار الثقيل، اتمنى ان انا اشوف النهارده مباراه اولا تجمع بين اخين يعني شقيقين داخل الملعب، في تنافس مفيش شك. 3 نقاط هما الفيصل اعتقد في اجنده مستر كارتيرون. طيب كابتن اسامه، دايما مباراه الاهلي والمصري يا كابتن سيد من المباريات الحلوه، المباريات القويه بيستمتع بها جمهور الكره المصريه، لا تقل اهميه عن مباراه الاهلي مع الزمالك او الاهلي والاسماعيلي. بالرغم من السنه دي يعني الدوري العام السنه دي هيبقى دوري ممتع، دوري قوي جدا. احنا شفنا من مستوى الفرق كلها في الدور الاولاني وبعض الفرق في الماتش الثاني. شفنا الجونه مستعد سعدات كويس، شفنا بتروجيت لعب ازاي قدام الاسماعيلي وقدام الزمالك. فاحنا من البدايات بتقول ان احنا داخلين على دوري قوي. كل المباريات الفرقه البطل هتبقى مباريات قويه، مفيش مباراه النهارده ممكن يبقى مباراه سهله. كل هدف هيبقى 3 نقاط. المصري عنده استقرار فني اللي هو المطلوب في كره القدم، وعنده الاستقرار من اللاعبين، دعم بتدعيمات كويسه، وحصد الكلام ده السنه الموسم اللي فات مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم وبقيه الجهاز الفني. السنه دي بيوصل الكونفدراليه، السنه اللي فاتت بيوصل بيلعب في الكونفدراليه. محقق المستوى الاول او متصدر مجموعته. السنه دي المصري برضو دخل الموسم الحالي وعنده ماتشين لعبهم قصاد نهضه بركان وكسب 1-0، عنده المباراه اللي فاتت قصاد الجونه وكسب 1-0 برضو. رغم الاداء مباراه 1-0 دي جامده قوي. 1-0 واني بوان زيرو 1-0 تعرف نمبر واحد ورقم 1 كيف انت كريست السيد دمه خفيف من مات المعسكرات ما بيفوتش خبر سندوتش البطاطس ايه زيت 100 بيتفضل. فاحنا بنقول ان فريق المصري يعني داخل موسم وعنده اللياقه الذهنيه اللياقه البدنيه مكتمله للاعبين. كابتن حسام حسن عامل تيم كويس، دايما بيسعى في كل مباراه للفوز. لكن النهارده قصاد النادي الاهلي ممكن الوضع يختلف شويه، زي ما الكابتن طارق بيقول ان هو داخل على حاجتين النهارده، لا يحقق الفوز او التعادل، ان هو حقق المباراه اللي فاتت الجونه حقق الفوز. فالنهارده صعب انك انت تبتدي الدوري وممكن يعني يبقى فيه هزيمه عندك، فلا انت في الاول بتحاول تجمع نقاط ما تخسرش نقط. النادي الاهلي النهارده طبعا عوده الثلاثي القوي اللي فرقوا معانا المباراه اللي فاتت، حسام عاشور واحمد فتحي وليد سليمان، 3 كانوا بيمروا بحاله فنيه جيده جدا خلال الفتره اللي فاتت، وكانوا اضافه قويه سواء حسام عاشور في خط وسط النادي الاهلي، شفنا دوره الفعال في المباريات اللي فاتت. وازاي برضو النقطه اللي الكابتن حماده كان بيقول عليها، النهارده الضغط اللي كان بيتم في نص الملعب ما كانش بالشكل اللي احنا متوقعينه في المباراه الاسماعيلي. النهارده عوده حسام عاشور عوده مهمه، عوده احمد فتحي برضو من الركائز المهمه جدا في النادي الاهلي ومن مفاتيح اللعب المهمه جدا مع علي معلول ناحية الشمال، برضو وليد سليمان مفاتيح لعب كبيره جدا. فالنهارده عوده المفاتيح دي اضافه قويه للنادي الاهلي طبعا، تدي شخصيه للفريق. طيب هطلع فاصل، بس بعد الفاصل يعني جاي لي تشكيله هنتكلم فيها مع نجوم التحليل بتوعنا وكباتننا سواء كان للمصري او للاهلي، ويبدو ان الثلاثي احمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان من البدايه موجودين. لكن اول ما نرجع من الفاصل سمير عكاشه بعد اذنك مخرجنا النهارده، هات لي اللقطه وكارتيرون طالع الاتوبيس عشان نعرف من نجومنا او كباتننا يعني مدلولها ايه كمديرين فنيين كبار، هل هو الطريقه اللي وهو طالع بيها الاتوبيس او دخوله على الاوتوبيس المتجه للملعب. ناخد راي كابتن حماده وكابتن طارق العشري وكابتن اسامه حسني بعد الفاصل.
يخوض الأهلي المهمة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز بالموسم الحالي في 8 مساء اليوم بملعب برج العرب بالأسكندرية، عندما يواجه المصري البورسعيدي في ثاني جولات الدوري واضعا هدفا وحيدا أمامه ألا وهو تحقيق الفوز، وذلك بعد التعثر في ضربة البداية أمام الإسماعيلي بالتعادل بهدف لمثله، لتصبح مباراة الليلة أملا للمارد الأحمر في ضربة البداية الحقيقية بالدوري وخطف أول 3 نقاط وتأكيد أحقيته في الحفاظ على درع البطولة، وكذلك الاستعداد جيدا لمباراتين في غاية الأهمية أمام النجم اللبناني يوم 13 من أغسطس الحالي بالبطولة العربية في برج العرب، ثم الترجي التونسي يوم 17 من الشهر نفسه في دوري أبطال إفريقيا. الجهاز الفني للأهلي وضع لمباراة الليلة أهمية خاصة لأنها تعد إحدى قمم الدوري المصري على مدار تاريخه، ودائما ما تشهد ندية كبيرة يعتمد المارد الأحمر على خبرات لاعبيه وقدرتهم الفنية العالية التي تؤهلهم لحسم هذه المواجهات القوية والصعبة. يستعيد الأهلي في لقاء الليلة أكثر من لاعب غاب عن لقاء الإسماعيلي للإصابة، على رأسهم وليد سليمان، حسام عاشور، أحمد فتحي، وهو ثلاثي قوي ويمثل إضافة كبرى لبطل النسخة الأخيرة للدوري بجانب العناصر الأساسية في الوقت الحالي، وهم وليد أزارو، علي معلول، مؤمن زكريا، سعد سمير، المدافع المالي الجديد سليف كوليبالي، ومن ورائهم الحارس المتميز محمد الشناوي. محاضرات وجلسات كارتيرون المدير الفني للأهلي مع لاعبيه شهدت التركيز على أهمية علاج أزمة الفرص المهدرة وغياب التركيز أمام مرمى المنافس، هي الأزمة التي ظهرت بوضوح في لقاء الإسماعيلي، حيث أهدر أزارو ومؤمن زكريا أكثر من فرصة للتسجيل، هو ما حذر المدرب الفرنسي من تكراره في لقاء الليلة. في المقابل يدخل فريق المصري مواجهة الليلة لا يبحث إلا عن الفوز الذي غاب عنه في أكثر من مباراة جمعته بالأهلي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بحثه عن الفوز الثاني بالدوري بعد البداية الجيدة وإسقاط الجونة في الجولة الأولى بالرغم من عدم تقديم أداء طيب خلال اللقاء. مفيش شك ان هو اللقاء الاهم في الجوله الثانيه للمسابقه من موسم 2018-2019 الاهلي والمصري، ومفيش شك ان في اهداف، في اهداف، وخصوصا ان المباراه بتقام على استاد برج العرب. كابتن حماده، الاهلي جمع ما بين المصري او الاهلي والمصري لعبوا على استاد برج العرب 7 مرات، لو دخلنا مباراه نهائي الكاس 7 مرات كلها شهدت اهداف، 4 انتصارات للاهلي وتعادلين، حتى التعادلين كان 2-2 و1-1 ايجابي كله، وفوز وحيد للمصري، يعني في اهداف، في اهداف. لكن نستعرض التشكيله مع بعض دي ودي، وبعد كده بقى حضرتك تقول اللي انت عايزه في رايك في التشكيله. متوقع المتوقع لحد دلوقتي لسه التشكيل ما نزلش الرسمي صح؟ لا الرسمي لسه، بس احنا يعني بمجهودنا جبنا تشكيله الاهلي وجبنا تشكيله المصري. الاهلي الشناوي، احمد فتحي، سعد سمير، كولوبالي، علي معلول، عمرو السوليه، وحسام عاشور، ناصر ماهر، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ووليد أزار. دي تشكيلة الأهلي: الشناوي، أحمد فتحي، سعد سمير، كولوبالي، علي معلول، السولية، وحسام عاشور، ناصر ماهر، وليد سليمان، مؤمن زكريا، وليد أزار. تشكيلة، بس مش دي النهاية، دي برضه مش دي النهاية. مش دي النهاية، يعني اللي جاية لنا اجتهادات. المدربين كلهم بيخفوا التشكيلة دلوقتي، يعني يمكن دي الأقرب، ممكن دي الأقرب، غير واحد ولا حاجة، يعني إسلام محارب لو موجود كان ممكن يبتدي. إصابة بره، المشكلة كانت عنده في نص ملعب، وعودة حسام عاشور أكيد لازم يبتدي بحسام عاشور لو سليم 100%. أحمد فتحي، هاني برضو ما كانش على اللي حاسس لو عنده إجهاد، يعني في حاجة في الجزء البدني عنده، خصوصا في آخر دقيقتين في ماتش الإسماعيلي، السمانة، وفي الماتش اللي قبل كده في أفريقيا، في عنده مشكلة في الحتة البدنية. فتحي لو جاهز طبعا اكيد ده هيبتدي، فده طبيعي لو الناس دي جاهزه الثلاثه دول هيبقوا موجودين في الملعب، بالذات حسام عاشور في نص الملعب بالحته اللي هي السلاي بيتقدم، حسام من الناس اللي بتقف مظبوط، وقفات دفاعيه سليمه اللي قدام السردباكين، اللي بيبني من تحت بشكل جيد، طريقه النادي الاهلي هي الاستحواذ
الاستحواذ والتمرير القصير وسرعه الريتم ده بيقوم بيها حسام بشكل جيد بتغيير الملعب وتدويره الكره بشكل كويس جدا. ناصر ماهر ان شاء الله يبقى موفق، يمكن كان الماتش اللي فات كبدايه بالنسبه له بدايه جيده كويس. يعني كل الناس اثنوا على ادائه في المباراه ويكفي ان هو عمل يمكن ثلاث لقطات بالماتش، ثلاث لقطات، اثنين ثرو باص، واحده اللي هو عملها اللي جت في العارضه، يكفي يعني من صانع اللعب يوصلني مرتين للجول يبقى فيها اهداف يعني. فعنده الرؤيه الجيده وعنده الثرو باص اللي بيعمله بشكل جيد جدا ومتقن وتوتاته مظبوطه. يمكن كان عنده ميس باص شويه كتيره، حته الضغط ما كانش بيعملها على المستوى المطلوب في النادي الاهلي. ان شاء الله يبقى موفق النهارده ويقدر يحل المشكله. طبعا ازارو السرعات والمساحات اللي بيشتغل فيها هنلاقيها النهارده، هتلاقيها النهارده في اوقات معينه يعني. برضو حسام حسن بيحب يعمل الضغط قوي جدا وعالي في نص ملعب، اوقات وعالي. يعمله عالي واوقات بيعمله وقت ما يقفل الكره، اوقات بيرجع في نص ملعب بيعمل الكثافه الخمس لاعبين الموجودين في نص ملعب ويسيب احمد جمعه قدام لوحده وبيملى نص الملعب، بس بيملاه بضغط قوي جدا بيمنعك من اي حاجه. واوقات لما بيعمل الضغط العالي بتبقى يظهر المساحات اللي تقدر تشتغل فيها للسرعات اللي قدام بتاعت وليد ازارو، مؤمن، وليد سليمان بيعملوا التحول السريع كويس. يمكن هو بيراهن حسام على لعيب اسلام عيسى، ده من يعني من نجوم النادي المصري يعني. حسام راهن عليه وكان ناس اتكلمت على مبلغ كبير جدا دفع فيه، ولكن الراجل اثبت كفاءه عاليه جدا فادهم طبعا. والتحولات التحولات الهجوميه بتيجي عن طريق اسلام ولو لعب شكري، الاثنين بيعملوا التحولات سريعه جدا بشكل جيد يعني، واكثرهم اسلام طبعا او الكره الطويله الجمعه في المساحه الفاضيه. طيب على الجانب الاخر برضو اجتهدنا في تشكيله المصري، كابتن طارق، احمد مسعود، شطا، محمد كوفي، اسلام صلاح، واحمد خالد الوافد الجديد من طنطا، انت عارف ان محمد حمدي راح بيراميدز، فريد شوقي، و ايزاك اللي هو كان لعيب ايزيميكا اللي هو كان لعيب في النصر التعدين لو تتذكره. طبعا لعيب كويس طبعا، وجاريندو وتورك جبريل واسلام عيسى واحمد جمعه. دي التشكيله لحد دلوقتي، ممكن يبقى فيها اختلاف في واحد ولا حاجه. يعني هو عامه الكابتن حسام بيعتمد على 4-2-3-1 يعني في كل المباريات اللي لعبها كان الاول في النصر التعدين. يعني وانا يعني شايف ان هو قريب جدا جدا من اسلوب النادي الاهلي يعني لو سناب الموسم اللي فات. كان بيعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا. النهارده في التشكيله ممكن يبقى في تغيير على اساس برضو ان المباراه بتبقى مغلقه خاصه امام النادي الاهلي، وده طبيعه النادي الاهلي انه بيامل دايما فرق بتلعبها بطبيعه خاصه غير طبيعتها ممكن يكون متعارف عليه. ممكن يكون في كثافه عدديه، طريقه اللعب ممكن تكون ثلاثه ديفندر النهارده في نص الملعب، ايهما من الاربعه سواء فرتشاوي او ايميكا او جبريل ممكن عدم التدوير بينهم هيكون ازاي؟ جريندو ممكن يتواجد، شكري ممكن يتواجد، لكن اثنين متواجدين من الخط الامامي الهجومي اللي بيعتمد عليهم بصفه اساسيه زي ما قال الكابتن حماده، هو اسلام عيسى واحمد جمعه، والاثنين لهم دور مؤثر خاصه في خط الهجوم. الاسلوب حتى اللي بيعتمد عليه الكابتن حسام خاصه في توزيع او فلسفته واستراتيجيه اللي بينتهجها خاصه مع بدايات هو اسلوب الضغط المباشر مع توزيعه طبعا في كميه الضغط نظرا لان هم لسه في بدايات الموسم. لكن لو رجعنا خطوتين للخلف هتلاقي ان الاهلي والنادي المصري بيستبقوا كل فرق الدوري بجاهزيتهم في بالنسبه للمشاركات الافريقيه. في الشك طبعا الدفع المعنويه اللي عملها النادي المصري باحرازه المركز الاول في البطوله الكونفدراليه ده شيء ما فيش شك طبعا يعني ان هو متصدر مجموعته ده طفره كبيره جدا، بيكتسبوا خبرات من المباريات الافريقيه تنعكس عليهم في الدوري، تدي لهم ثقه كبيره امام الفرق الكبيره خاصه امام النهارده النادي الاهلي. زي ما قلت لك لما كنا بنتكلم ان مشكله النادي الاهلي ان هو بيلعب على نتيجه واحده وهي الفوز، وده الضغوط اللي بيقابلها دايما كل مدير فني بيتولى النادي الاهلي، ان هو دايما بيدافع عن اللقب بتاعه كل موسم في المواسم المتتاليه دي بيدافع عن هذا اللقب وهو المركز الاول. الحاجه اللي انا عاوز اكد عليها كمان بس بيدافع عن اللقب فقط الضغوط دي، بالعكس كمان الناس بتطالب باداء. شفنا الاداء المره اللي فاتت امام الاسماعيلي لما يعني النادي الاهلي ما ظهرش بالاداء اللي حقق له الثلاث نقاط كان في جدل كبير جدا جدا. النهارده مطالب النهارده النادي الاهلي امام النادي المصري ان هو يحقق نمره واحد، وده الاختيار اللي انا بختاره الاول لو انا في الموقف ده، ان انا احقق النتيجه اهم
هي دي اللي هتديني ثقه في اللي جاي، وبعد كده الاداء هيتحسن شيئا فشيئا. انا اعتقد ان الفرقتين قاريين بعض بشكل كبير جدا جدا جدا، يعني كتاب مفتوح بغض النظر عن مؤخر التشكيل، لا لا خلاص كتاب مفتوح ودقائق او يعني خلاص المباراه هتلاقيها في واحد يا كابتن. ها يعني الاختلاف مش هيكون كبير؟ لا مش هيكون في الاهلي و لا من ميزه إن يعني انا شايف ان وطبعا يعني برجوع احمد فتحي وحسام ووليد، يعني من طبيعه المدربين الاجانب دايما بيميلوا الى ثبات التشكيل، وده طبعا ما فيش شك بيدي ميزه كبيره جدا جدا في تحسن النتائج، ان دايما كل مدير فني بيحب يلعب باللعيبه الثقيله بتاعته اللي هي بتصنع له الفرق. وشفنا قد ايه لما حتى دخل في الماتش اللي فات ثلاث عناصر جديده، ما فيش شك يعني الهارموني بتاع الفريق يعني برضو التجانس بيأثر بالسلب اكتر من الايجاب. فالنهارده انا شايف ان النادي الاهلي نازل بثقل قوي جدا، اللي هو الفريق اللي بيعتمد عليه ميسي وبقى كارتيرون ان في المباراه اللي سابقه. برضه حسام حسن اعتقد ان هو النهارده برضه نازل بتقله، لان المباراه ديت بتمثل لهم اهميه كبيره جدا جدا في الاسبوع الثاني، الناس كلها مستنياها سواء على صعيد المتفرجين سواء النادي الاهلي او النادي المصري. نتيجتها انا اعتقد يعني هتعبر بشكل كبير جدا 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 على طبيعه الفرقتين في المنافسه في خلال الاسابيع القادمه. طيب دي اللقطه اللي كنا اتكلمنا عليها. طبعا ديت يعني ميسي وكارتيرون في ثقه بيبثها لدى الناس، ويعني الناس الاجانب دايما او المدربين الاجانب بيلعبوا على العامل السيكولوجي بتاع اللاعبين او حتى وتر الجماهير، بيدي ثقه للناس بشكل كبير جدا جدا، وده في الشكل مطلوب يعني في وقت من الاوقات، خاصه ان الناس دايما بتطالب النادي الاهلي بنتائج. هو انا متاكد هو طبعا محطوط تحت ضغط، فبيوريهم ان احنا على قد هذه الثقه. تمام كابتن اسامه، يعني حسام حسن في لقاءاته السابقه سواء كان نهضه البركان او الجونه لعب بمحور ارتكاز واحد، كان فريد شوقي يعني مثلا حتى في مباراته الجونه مثلا كان فريد شوقي وقدامه اربعه، كان بيلعب تورك ومحمد جابر، محمد جابر خرج النهارده للاصابه مصاب واسلام عيسى واحمد شكري، ولعب عمرو موسى مش فريد شوقي نزل الشوط الثاني. عمرو موسى قلت عمرو موسى قلت عمرو موسى فريد عمرو موسى مخصوم لك سندوتش بطاطس اسمعتها فريد نزل الشوط الثاني. النهارده هيلعب باثنين بمحورين ارتكاز، بيلعب ب 4 2 3 1، وده يبين لك برضه ان هو كمان عايز يحافظ، مش عايز يعني يفتح الملعب بالنسبه للنادي الاهلي. تغييره حسام حسن واكيد كمان تغييره النادي الاهلي، هل سؤالي اللي جاي، هل الاثنين لو عناصرهم كلها مكتمله اللي كانوا موجود معاهم من الماتش اللي فات والاهلي كان موجود برضه معاه اسلام المحارب، كان هيشهد تغيير في التشكيل، ولا كان الاثنين هيخوضوا اللقاء زي ما بدا مع الاسماعيلي كارترون وحسام حسن زي ما بدا مع كوبري؟ لو رجعنا للماتشين بتوع السنه اللي فاتت في الدوري العام الاهلي والمصري، كابتن حسام حسن كان فتح الجيم، و السنه النهارده ممكن نلاقي طريقه اللعب تتغير شويه. السنه اللي فاتت لعب 4 2 3 1، ممكن نشوف زي ما الكابتن طارق العشري قال المصري غير طريقه لعبه من 4 3 2 1، يعمل كثافه في وسط الملعب. هو عارف خطوره النادي الاهلي في المساحات اللي بتتخلق لازارو، المساحات اللي بتتخلق لوليد سليمان، المساحات اللي ممكن ينطلق فيها ناصر ماهر زي ما شفنا مرات الاسماعيلي، المساحات اللي ممكن يشتغل فيها مون زكريا. هو النهارده عايز يقفل مفتاح لعب النادي الاهلي، فالنهارده ممكن ما نشوفش الهجوم او الضغط العالي للنادي المصري. هو عمل كثافه في وسط الملعب، ممكن النهارده ايزي اميكا مع عمرو موسى مع تورك جبريل نشوف كثافه في نص الملعب، طبعا مع عوده جريندو واسلام عيسى. فالنهارده ممكن النادي المصري يقفل خطوط وسط الملعب ويبدا يشتغل على كثافه في وسط الملعب عشان ما يخلقش المساحات بتاعت النادي الاهلي. النهارده الحاجه المهمه لازم دفاعات النادي الاهلي يركزوا فيها سعد سمير وكلوبالي سليف كلوبالي. النهارده لازم اثناء هجوم النادي الاهلي لازم يكون في رقابه 100% النهارده، ولازم يبقى عندي العمق اللي يسمح لي في الكور المرتده. النهارده ما ينفعش اعمل دفاع عالي من وسط الملعب تبدا تتخلق المساحات النادي المصري يلعب عليها. واسلام عيسى هو مميز في الحته دي يا كابتن طارق، هو بيحب المساحات ناحيه الشمال، خاصه احمد فتحي، ممكن تلاقي احمد فتحي مثلا زايد في كوره تلاقي اسلام عيسى يبدا يشتغل في الحتت اللي ورا احمد فتحي او الناحيه الثانيه ورا علي معلول. فالنهارده دور حسام عاشور مهم جدا في وسط الملعب النهارده في النواحي الهجوميه للنادي الاهلي. النهارده لازم يبقى في حد قدام المساكين سعد سمير او كلوبالي يعمل الزياده بتاعت نص الملعب في النواحي الدفاعيه، او ظهير من الظاهرين علي معلول او احمد فتحي.
لازم يبقى عندك الزياده دي في النواحي الهجوميه، هي دي اللي ممكن يلعب عليها الكابتن حسام حسن النهارده. واحنا شفناه في مباراه السوبر المصري السنه اللي فاتت، يعني عمل زياده عدديه في وسط الملعب ولعب كل واحد مع واحد مان تو مان في نص الملعب. الطريقه دي ضايقت النادي الاهلي، حتى شفنا المباراه امتدت للوقت الاضافي والنادي الاهلي حقق الفوز كان من خطا احمد مسعود في اللحظات الاخيره، فده ممكن الشكل او الاسلوب اللي يميل ليه النادي المصري النهارده. زي ما قلنا في بدايه التحليل، النادي المصري يعني عنده حلين، عنده حل ممكن يطلع متعادل النهارده او يلعب على الفوز. النادي الاهلي ما عندوش حل غير الفوز، بس الفوز يجي ازاي النهارده؟ اسامه خلي بالك يعني معلش يعني هي مباراه مش ختاميه، يعني الاهلي عنده يعني مطالب بس في بدايه الدوري يا كابتن سيد، في بدايه الدوري النهارده لما بتجمع نقاط برضه بتبقى معنويا كويس قدام النادي الاهلي قدام النادي الاهلي، عكس ما بتخسر دي بتخلق لك مشاكل بعد كده. فالنهارده ممكن يكون النادي المصري حريص برضه انه يعني يميل للناحيه وبرضه انت ده اسلوب لعب النهارده، مش معنى ان انا بدافع وبقفل ان انا عايز، لا ممكن ده اسلوب لعب ان انا بلعب على المرتده وخاصه عنده العناصر واللاعبين اللي بيستغلوا الكلام ده زي اسلام شكري او جريندو او احمد جمعه، برضه احمد جمعه بيشتغل في المساحات الفاضيه. لكن الحاجه المهمه للنادي النادي الاهلي النهارده مهمه جدا حته عمليه الاستحواذ والسيطره في وسط الملعب. مهمه مباراه الاسماعيلي لما ظهرت السيطره والاستحواذ شفنا خلق الفرص، خلق الفرص لوليد ازارو، انطلاقات ناصر ماهر، شفنا علي معلول من الجنب الشمال، ظهرت الفرص في الوقت اللي النادي الاهلي بيستحوذ وبيسيطر على وسط الملعب. والحاجه برضو المهمه النهارده المباريات الكبيره زي الاسماعيلي زي المصري زي الزمالك عايز تقتل المباراه بدايتها الفرص. النهارده وليد ازارو المباراه اللي فاتت فرصه، علي معلول كان لازم يعمل بالعرض، ناصر ماهر كل ما بتخلق اول ما الفرص بتخلق وبتخلص من بدايه المباراه ده بيسهل لك الجيم، حتى بتلاقي اسلوب النادي المصري بيختلف بعد كده اثناء اللقاء. ده اللي هنشوفه بعد 45 دقيقه من دلوقتي، لقاء الاهلي والمصري على برج العرب، تقرير خاص بلقاءات خاص بلقاء الفرقتين او مواجهات الفرقتين، ومكملين كلامنا مع كابتن حماد الصدري وكابتن طارق العاشي كابتن اسامه حسن. يستعد الأهلي لمواجهة المصري في تمام الثامنة مساء الثلاثاء في الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الممتاز والمقررة على استاد برج العرب بالأسكندرية. الأهلي تعادل في مباراة الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف لمثله في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، فيما فاز المصري على الجونة بهدف نظيف عن طريق مدافعه محمد كوفي. سبق وأن تواجه الأهلي والمصري في 115 مباراة في بطولة الدوري، كان للأهلي التفوق في 62 مباراة، في حين فاز المصري في 19 مناسبة وتعادل الفريقان في 34 مباراة. سجل الأهلي 159 هدفا في شباك المصري. في المقابل سجل المصري 88 هدفا في الشباك الحمراء. يعتبر المايسترو صالح سليم والأسطورة محمود الخطيب وشريف عبد المنعم وحسام حسن هم هداف الأهلي في شباك المصري برصيد 5 أهداف لكل منهم، في حين يعتبر السيد الضضوي هو هداف المصري في الأهلي بواقع 7 أهداف. أكبر انتصار للأهلي على المصري كان بنتيجة 4 أهداف من دون رد، وتكرر مرتين موسمي 78-79 98-99. أما أكبر انتصار للمصري فكان بنتيجة 3 أهداف من دون رد، وتكرر أيضا مرتين موسمي 54-55 63-64. كل هذه الأرقام تؤكد أن مباريات الفريقين دائما ما تشهد الندية والمنافسة والأداء الفني الجيد، هو ما ننتظره أيضا في مباراة اليوم.
من جديد يبدو ان مؤمن زكريا في حاجه، يعني كلموا المراسل بتاعنا كريم من ارض الملعب يقول لنا ايه. كان الناس بعت لنا وبتقول لنا كمان يعني من خلال متابعتنا هناك او الناس الموجوده هناك بتقول ان مؤمن زكريا موجود في ارض الملعب، فعايزين نعرف مؤمن موجود في ارض الملعب بيجري حماء بدري شويه، يعني يبدو من السيناريو كمان وليد سليمان كابتن حماده بيقرر من جديد ممكن. ودي مفاجات ما بتبقاش صار للجهاز الفني او المدير الفني. اكيد طبعا بيبقى عامل حسابه على حاجه معينه ومرتب الشغل الخططي على طريقه معينه وجاهزيه الناس. بتفاجئ المدرب باصابه بتحصل في الاحماء تبقى مشكله بالنسبه له، بتغير حساباته كتير. ده مش في الاحماء يا كابتن حماده، ده شكله بيعمل تيست. بيعمل تيست يبقى هو عنده بقى عنده يبقى مجهز البدائل طالما بيعمل تيست. ده الصبح بقى ولا بيبقى قبل التمرين؟ لا يمكن من ده اكيد كده من بالليل ان في حاجه في التدريب، حس بتقل حس بحاجه فبيعمل تيست بيشوف الصبح، لكن هو اكيد عامل حسابه لو ما فيش مؤمن يبقى في محمد شريف او يعني يبقى في تعديلات كثيرة في طبعا السيناريو اكتر من سيناريو بيبقى مجهزه للقاء. طبعا لو لقاه كويس هيبتدي بيه، طبعا عنده الخبره وعنده يمكن هو مستواه يمكن من ساعه ما رجع ما مش ده مؤمن اللي بنشوفه في التحركات بتاعته براس حربة تاني، السرعات اللي قدام بيفيد الكره كتير مؤمن، ولكن عنده تقل بيقف على الكره كويس، بيعرف يشتغل مع اظهره في التحركات الواعيه، بيتحرك كويس جدا. اكيد لو في حاجه مستر كارتيرون عنده يعني عنده ثقه كبيره في محمد شريف اللي هو ممكن يديله. ممكن يديله لو في حاجه عند مؤمن، لكن هو دايما بياخر محمد شريف كتغييره ايجابيه بتبقى موجوده في الشوط الثاني، بتنزل تعمل زي شفناها في مباراه الاسماعيلي غير الهدف، لكن كل كوره بياخدها بيعمل بيها خطوره. اختراقاته دايما الامام العمق بيشتغل كويس، بيشتغل على الطرف كويس، بيعمل اوفر، عنده المهاره، فده بيبقى تغييره ايجابيه بالنسبه له. لكن لو في مشكله طبعا في مؤمن متهيألي هيبتدي بمحمد شريف. بص هو صلاح محسن يمكن هو بيلعب راس حربه اكتر، ولكن ممكن ادي صلاح محسن تحت ازاره يبقى اشتغل متنين. ممكن يعني شفنا الفلسفه بتاعت مستر كارتيرون في بعض الاوقات لما بيلغي موضوع التحضير وصناعه اللعب من العمق بيشتغل على الكره الطويله او بيشتغل على الاطراف عشان يعمل كره عرضيه. أوكي. يعني بيقلب الفلسفه على طول بتاعته، ودي شفناها في يمكن كل مباراه بنشوف السيناريو دوت اللي هو بيلغي التحضير او بيلغي الاستحواذ في وقت معين في المباراه مش طول المباراه طبعا، وبيلجا للكره الطويله او الكره العرضيه يخلق مساحه عشان نقدر الناس تقدر تعمل كورسات ل راس الحربة الموجود أزارو أو لا أو لاعب صلاح محسن من تحتيه أو الناس اللي بتكمل من تحت راس الحربة. طيب كابتن طارق يعني إيه اللي ممكن يشتغل عليه حسام حسن حسام يعني في ظل معرفته طبعا بنجوم الأهلي وطريقة اللعب وحتى في مشاهدة لقاءات تونشيب على المستوى الإفريقي أو حتى مباراة الإسماعيلي؟ شوف دي مش أول مباراة ياخدها حسام قدام النادي الأهلي، زي ما قلت لك كتاب مفتوح. بعدين حسام معروف إن في مثل هذه المباريات يعني له من الدوافع في إثارة اللاعبين في مثل هذه اللقاءات المهمة، لأن زي ما قلت لك مباراة النادي الأهلي بتبقى مسار تنافس بين اللاعبين عشان يشاركوا في المباراة. مفيش شك هو بيعرف يثير الدوافع كبيرة جدا جدا لدى اللاعبين. ما تنساش إن الاثنين زي ما قلت لك الاثنين يعني عندهم استعداد جيد سواء النادي الأهلي أو النادي المصري خاصة في مشاركاتهم الإفريقية. عند النادي المصري ما فيش شك حالته المعنويه بتحقيق الفوز في المباراه امام الجونه، وان كان طبعا الاداء ما كانش جيد، ولكن انا خدت الهدف. وزي ما قلت لك ان في مثل هذه المباراه خاصه مع بدايات الموسم مهم جدا جدا انك تكسب الثلاث نقاط بغض النظر عن الاداء. الاداء بيجي في المرتبه الثانيه، الاداء هيتحسن طبعا طبعا مع النتائج في الشك. فالنهارده زي ما قلت لك مباراه المصري او حسام في تعامله مع النادي الاهلي في الشك طبعا هو الفلسفه بتاعته اللي انا شفتها في خلال كل المباريات ما عندوش هيبه اللي هيتمركز في الدفاعات، لا بالعكس
ممكن هتلاقي ممكن تفاجئ من النادي المصري في الضغط اللي هو بيتعود اللي معودنا عليه خاصه مع امام النادي الاهلي. شاف هو مباراه الاسماعيلي وعرف نقاط الضعف اللي ممكن يشتغل عليها بشكل كبير جدا. وسام بيعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا، وان كان عنصر مهم جدا جدا طبعا غايب عنه ان هو محمد حمدي النهارده كان بيقوم ليه. يعني انا كنت شايف ان ثلاث ارباع هجمات النادي المصري في الموسم اللي فات عن طريق محمد حمدي، خاصه الظهير الايسر ده كان بيمول جيد، ممول جيد جدا لاحمد جمعه ومع شكري مع دخول اسلام، واسلام برده عامل حاله في الناحيه الشمال وراهن عليه حسام لما جابه من النادي المصري زي ما نادي النصر اللي كان متواجد في الموسم اللي فات، ومفيش شك عامل فارق كبير جدا في الجبهه دي. فهنشوف خلال المباراه اللي انا متصوره ان هو الصراع برضه هيظل في منطقه نص الملعب. أوكي. على مين يسيطر على نص الملعب. تشكيله بالنسبه لنا حتى الان غامضه خاصه بالنادي المصري. لا انا جبتها لك رسمي من الورق الرسمي خلاص ده. يعني احمد مسعود طبعا احنا ممكن نعدلها لان السكور بنزلوه خلاص، بس هي ملخبطين في المراكز. قول لنا احمد هيلعب مكان محمود السيد. احمد طيب. مسعود وكوفي كوفي محمد شطا ولا شطه؟ محمد شطا ومحمود وادي. محمود وادي ده محمود وادي ده فلسطيني. ده فلسطيني باك ليفت ولا مساك؟ ممكن يبقى نص ملعب مش مع يعني مش عارف البوزيشن بتاعه ايه. مصطفى مارسيليو. مصطفى مارسيليو ده ظهير ايسر. باك ليفت. محمود وادي ده مهاجم خلي بالك. ترك حجاج عويس بتاع النصر. اسلام صلاح. ناس كتير قوي في الدفاع بيلعبوا. قلت لكم طبعا كوفي وايزي توريزي ايزي في وسط الملعب. واحمد شكري واسلام عيسى. احمد شكري قدام واحمد اسلام عيسى قدام. محمود وادي احمد جمعه موجود يا كابتن سيد؟ احمد جمعه لا احتياط. لا يبقى محمود وادي مهاجم مكان احمد جمعه فلسطين. مكان احمد مهاجم احتياط. ده مهاجم وادي. ده محمود وادي فلسطين. طيب ده مهاجم فلسطيني. عيد تاني كده نص الملعب كده نص الملعب. عندك احمد مسعود. محمد شطا. محمد كوفي. حجاج عويس واسلام صلاح. مصطفى مارسيليو. وتورك. وحجاج عويس وايزي اميكا واسلام عيسى واحمد شكري. حجاج عويس ده وسط ملعب وسط الديفندر كان هيلعب بثلاثه. بيلعب بثلاثه حجاج ايزي بس عندي برضو يعني حجاج برضو جاي من النصر. حجاج اساسا كان في وادي دجله. راح النصر القاهري اتنقل للمصري. هو لعيب كويس كورته كويسه جدا. ديفندر وديفندر بيكمل يعني عنده بيزيد كويس جدا بيشتغل في زياده عاديه. بس غريبه ان احمد جمعه مش بادئ. بس خلي بالك يبقى كده نفس الاسلوب اللي احنا قلنا عليه يا كابتن سيد. الاسلوب المصري هيتغير ل 4 3 2 1 النهارده. وممكن 4 3 3 يعني احمد شكري واسلام عيسى هتلاقيهم بينزلوا في نص الملعب. بص هو دلوقتي هو مهاجم. هو حسام 4 3 2 1 حسام بيعتمد على في الاول في الضغط العالي بيعتمد على الرقابه القويه جدا. يعني اكيد مدي شكري تعليمات لو لعب ناحيه اليمين يبقى انت مع علي معلول في الضغط. اسلام عيسى اشتغل مع احمد فتحي بقوه وعنده الثلاثه في نص ملعب. هو لعب بالخمسه اللي في نص ملعب في الرقابات والضغط بحجاج وايزي امكا وتورج جبري. الثلاثه متحركين يعني عندك تورج ده ممكن تلاقيه الثالث ممكن تلاقيه تحت راس الحربه. ده بيقوم بصناعه اللعب بشكل جيد. يمكن اللي عنده الناحيه الدفاعيه اقوى ايزي امكا هو اللي الديفندر القوي اللي بيدافع في وسط الملعب او اللي هيثبت هو وحجاج. الاثنين هتلاقيهم ثابتين اكتر من تورك ده بينزل بيبني من تحت كويس جدا. وشكري عنده التحركات بقى اللي هي بيجي من تحت راس الحربه كويس جدا. يعني هو بيعتمد على التحول الهجومي بالثلاثه اللي قدام بس. بشكري واسلام ومحمود وادي احنا اول مره نشوفه طبعا. ده فلسطيني حماده بيقولوا عليه مهاجم يعني وعنده الاوراق اللي بره طبعا طالما في جمعه. طيب في الاحتياطي محمود السيد فريد شوقي جاريندو ومحمود حمد وعمرو موسى واحمد جمعه واحمد ياسر. ده احتياطي المصري محمود السيد فريد شوقي جاريندو محمود حمد عمرو موسى واحمد جمعه واحمد ياسر. اول حاجه بس خاصه بمؤمن زكريا يعني ممكن مؤمن يكون خارج ال 18 ممكن ما يبقاش في حاجه خالص اصلا لان انتوا حضراتكم برضه تقولوا لي الكلام ده يعني لو في حاجه كان ممكن يجربها وسط المجموعه. لا وكمان في حاجه ثانيه كمان ممكن يكون هو بيتمرن قبل ما يتمرن قبل المباراه تم اعلان التشكيله كلها ال 18 يتمرن مع الانديمان قبل المباراه. انا غريبه يعني بالنسبه لي شويه لو كان هو خارج ال 18 من خلاص بره ال 18 كان ممكن يبقى تدريب الصبح. لا ما هو التشكيله ال 18 بيتقال ساعتها في بيتقال هو لو هو انا حاطه في الملعب لو انا وحاطه يعني خلاص ان هو انا عارف انا كمدير فني عارف ان مين اللي هيبقى في ال 18
يعني انت بتقول ان مؤمن خارج التشكيل. انا ده توقعي يعني, هو ما فيهوش حاجه طبيه الحمد لله رب العالمين, لا توقعي, لان هو لو في حاجه طبيه او هو كان هيبدا ولا حاجه كان ممكن يجرب وسط الناس. ثانيا هو بينزل يعمل تمرينه, هو نازل يعمل تمرينه مش تيست, يعني مش بيعمل حاجات سرعات مثلا خفيفه, حاجات ده اشبه بالتمرينه, يبقى كده هو خارج ال 18 وبيحافظ على الحته البدنيه بتاعته. هو واخد 20 ما ضيعش اليوم يعني, هو واخد 20 مع مراسلنا يجيب لنا التشكيل مراسل النادي الاهلي هيقول لنا التشكيل بتاع النادي الاهلي, بتاع النادي الاهلي لحد دلوقتي لحد دلوقتي ما جناش. طيب كابتن اسامه جاب لنا كريم طلباتك اوامر ده, ده اهم حاجه. طيب معانا كريم يقول لنا تشكيله النادي الاهلي. كريم, كريم احمد, الحمد لله على السلامه كريم, اتفضل. تحياتي ليك من جديد ده كابتن سيد عبد الحفيظ, كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان, نجوم الاستوديو التحليلي, الله يسلمك يا كابتن سيد. عايز ابدا معاك سريعا طبعا لتشكيل النادي الاهلي اللي لسه من لحظات بيخرج. طبعا في حراسه المرمى الشناوي, خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي, سليف كولوبالي, سعد سمير, علي معلول, في المنتصف حسام عاشور وعمرو السوليه, ميدو جابر وناصر ماهر, وليد سليمان ووليد ازارو, في الاحتياطي شريف اكرامي, مروان محسن, ايمن اشرف, هشام محمد, محمد شريف, محمد هاني, وصلاح محسن. بيخرج من القائمه ويمكن تابعناه من طبعا بعد وصولنا هنا الى استاد برج العرب باكثر من 10 دقائق, خروج مؤمن زكريا خارج المباراه بعد طبعا زي ما شفنا في التدريبات كان ليه دور في التكتيك, كان ليه دور في التدريبات, سالنا سريعا, لكن حتى هذه اللحظه بيقال ان هي رؤيه فنيه لمستر باتريس كارتيرون, لكن لسه عايزين نستفسر من طبيب النادي الاهلي وعايزين نتكلم الكابتن محمد يوسف, لكن هو لسه داخل ارض الملعب. مؤمن زكريا يمكن شفناه جاهز في التدريبات الماضيه, هل شكى من حاجه, هل في اي امور هنعرفها في خلال لحظات الكابتن سيد, لكن هو ده التشكيل حتى هذه اللحظه اللي طلع, اللي طلع طبعا من الكابتن طبعا محمد يوسف ومستر باتريس كارتيرون, في وجود ميدو جابر ووجود ناصر ماهر ووجود وليد سليمان ووليد ازارو في خط الظهر, لكن التكهنات زي ما قلنا كابتن سيد كان مؤمن زكريا هو اللي محطوط في التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي. في هذه اللحظات فريق النادي الاهلي بيجري عمليات الاحماء, ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي واللي موجود ان شاء الله, سواء مؤمن موجود او كل اللعيبه اللي موجوده في قائمه فريق النادي الاهلي ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه, لكن باكد لك من جديد كابتن سيد لسه جانا المعلومه دلوقتي, مؤمن زكريا فني خروجه من القائمه وخروجه من المباراه رؤيه فنيه لمستر باتريس كارتيرون. عوده ليك يا كابتن سيد, ولو فيها استفسار يا كابتن سيد اتفضل. طيب لو عندك تشكيله المصري بقى كمان ممكن تقولها لنا يا كريم. في خلال لحظه كلام كله راح, كريم كله راح. رايك على التشكيله كده والطريقه اللي هيلعب ممكن بيها كارتيرون؟ هي نفس التشكيله اللي احنا قلناها, قلنا لو يعني في اختلاف هو اختلاف واحد بس, دخل ميدو جابر, برضو ميدو جابر يعني ظهر بمباراه تاون شيب الاولى بشكل مميز وجاب ضربه جزاء للنادي الاهلي مكان مؤمن زكريا, والنهارده موقف برضو كارتيرون انا شايفه بيحمل لاعب. النهارده مؤمن زكريا ما ظهرش بالشكل مميز جماهير النادي الاهلي عارفاه عنه او الجهاز الفني في الثلاث مباريات لعبه, فالنهارده ان انا باخده معايا ال20 قائمه المباراه وبخرجه دي ما فيهاش, ده ما فيش ما فيهاش حاجه تعيب مؤمن, ده بالعكس المدرب بيديه رساله النهارده انا محتاجك وانت موجود معايا النهارده في القايمه يعني وفي العشرين, بس انا بحميك النهارده برضو علشان عايزك الفتره الجايه. هو كمان اتعامل ايجابي مع الموقف, هو نزل يتمرن يعني عايز مش عايز يضيع اليوم, وده فكر ايجابي. نفس الكلام برضو يعني المباراه اللي فاتت برضو كنا لاحظنا في القايمه كان مستر كرتون واخد اثنين حراس بس, بعد موضوع وليد سليمان النهارده لقينا برده ثلاثة, علي لطفي كان موجود برده من الناس اللي اضافه كبيره للنادي الاهلي, ويبقى متواجد في فتره ما يعني ان شاء الله الفتره الجايه. لكن تشكيل النادي الاهلي هو نفس التشكيل اللي احنا اجمعنا عليه في بدايه الاستوديو, هو بس دخول ميدو جابر. ميدو جابر من العناصر المميزه برده, مفتاح لاعب مهم ناحيه الشمال, ممكن يبقى قدام علي معلول او الناحيه الثانيه قدام احمد فتحي. النهارده برده وجود وليد سليمان مهم جدا في النادي الاهلي, بيعمل حاله في الهجوم, بيكمل على الجول في النواحي الهجوميه, برضه ليه دور دفاعي بينزل بيملى في وسط الملعب مع حسام عاشور ومع السوليه. النهارده نقدر بقى نشوف ناصر ماهر يعني بشكل ان شاء الله افضل كمان من المباراه اللي فاتت, مباراه الاسماعيلي. النهارده ممكن على ما اعتقد كارتيرون ممكن يديله مساحه اكبر في اللعب النهارده, اكتسب لياقه المباريات يعني لسه ما اكتسبهاش بنسبه 100%, لكن بدا يحط رجله في التيم ثقه الاساسي للنادي الاهلي, تجانس وانسجام ما بينهم من زمان, وكانت بدايه مميزه. كان عامل حاله جيده مباراه الاسماعيلي في الفرص اللي خلقها سواء لمعلول ناحيه شمال او وليد ازارو او التكمله بتاعته وبيسدد على مرمى الاسماعيلي. النهارده برده من مفاتيح لعب النادي الاهلي المهمه جدا قلنا الاطراف علي معلول
واحمد فتحي، ودول يعني مفتاحين لعب مهمين جدا في التكتلات اللي هنشوفها في نادي المصري النهارده. هي حسام حسن هيعمل كثافه في وسط الملعب، عشان تقدر تفتح الكثافه دي وتخلخل هجوم دفاع نادي المصري لازم تلعب على اطراف كتير. فالنهارده الدور الهجومي لعلي معلول واحمد فتحي مهم جدا، زائد النهارده برضو من المفاتيح اللعب النادي الاهلي شفناها في الثلاث مرات اللي فاتوا هي الكرات الثابته. بقى النهارده عندك سليف كولوبالي بيطلع في الكرات الثابته، النهارده شفنا هنشوف سعد سمير، نشوف وليد ازارو، وهيكون عليهم رقابه النهارده من تومان في ال 18 في الكرات الثابته. لازم النهارده الكره الثابته اللي هتتلعب ما تتلعبش من لمسه واحده، لازم يبقى فيها تريكه زي ما بيقولوا عشان تتلعب من الكره الثانيه، بيحصل تخلخل في الدفاع فتبقى كره اسهل لسليف كولوبالي او سعد سمير او وليد ازارو. طيب رغم ان يبدو من تشكيله نادي المصري كابتن حماده ان هي فيها كثافه عدديه في نص الملعب، لحد ما نشوف على الملعب الدنيا ماشيه ازاي، لحد ما نشوف طريقه حسام حسن المدير الفني للنادي المصري هيقابل النادي الاهلي ازاي، لكن يبقى العنصر اللي دايما مميز النادي الاهلي في الست لقاءات او السبع لقاءات الاخيره امام المصري هي حته المساحات. المصري بيلعب بشكل طولي، بيضغط بشكل طولي، المساحات بتبقى موجودة لو استحواذ بشكل كويس، نقلة في اتنين في تلاتة بتلاقي المساحات اتخلقت لوحدها. وليد ازارو واستغلال سرعاته، ايه اللي ممكن يضرب الاهلي بيه المصري؟ بص لو حصل اللي هو الضغط الامامي او الضغط القوي من المصري، اللي بيحل الحاجات ديت اللاعب صاحب المهارة. المهارة هيبقى لها دور كبير النهاردة لما فرقة بتعمل عليها ضغط جامد، يبقى محتاج وليد، محتاج نصر ماهر، ميدو جابر، اللي بيقدروا يحلوا المشاكل بتاعت المساحات الضيقه. ازاي اضرب التكتل مثلا بيعمل عليها ضغط جامد، يبقى لازم المهاره دي اللي بتعدي هي اللي بتساعدني في الشغل. التحركات، الريتم السريع في الباص، التحركات بدون كوره، يعني النادي الاهلي محتاج الحاجات ديت، ودي متواجده في وليد سليمان ومتواجده في ناصر ماهر وفي ميدو جابر. الثلاثه اللي تحت راس الحربه عندهم المهاره وعندهم السرعه وعندهم التحولات السريعه اللي يقدروا يشتغلوا فيها على نادي المصري. الشكل بتاع النادي المصري شكل هتلاقيه اكتر يمكن في الاول بيعمل الضغط العالي، بعد كده بيرجع يملى نص الملعب بواجبات دفاعيه اكتر من واجبات هجوميه. النادي المصري هيعتمد على الواجب الهجومي في اللعب الفردي. اسلام عيسى، الكره الطويله لاحمد جمعه، تحرك احمد شكري، كان احمد شكري من اللعيبه المميزه جدا مع النادي المصري السنه دي، مع عودته من الاصابه ودخوله التشكيل بتاع النادي المصري بيعمل شغل جيد جدا، بيبقى راس حربه تاني، بيتحرك تحت راس الحربه، يمكن ما بيشتغلش على الخط كتير زي اسلام، عنده الدخول داخل الملعب وبيعمل دبل باص كان مع احمد جمعه. طبعا النهارده عايزين نشوف محمود وادي. محمود وادي بيقولوا بيمتاز بضربات الراس ومعظم اهدافه بضربات الراس، كان بديل في مباراه بص هو البركان نزل. حسام حسن بيعتمد لما بيبقى في ضغط هنا بيعتمد على الكره الطويله، طالما هو بيمتاز يبقى هو بيلعبه عشان كده، زي ما كان موجود بانسيل اللي كان موجود معاه قبل كده، كان كل الكور العاليه هي واشتغل على الكره الثانيه. ممكن يشتغل كده مع محمود وادي. واسلام عيسى مهاري دايما شغله فردي اكتر، يعني بيحب يشتغل بالفرديه بمهارته، وبيقدر يخترق، وبيقدر بينقل التيم بشكل قوي جدا في الطلوع من اسلام عيسى. لما النادي المصري بيدافع بكثافه او ما بيقطع الكوره بتروح لاسلام عيسى او لاحمد شكري، بيبتدوا يعملوا انطلاقات من على الاطراف او من العمق وبيسندوا مع راس الحربه. هم الثلاثه دول اللي بيعملوا التحولات الهجوميه، او الاثنين اللي على الطرف بالذات اللي بيعملوا التحولات الهجوميه للنادي المصري. يعني ده الاعتماد بتاع المصري بعد، يعني ما تشوفش الشكل بتاع اول 10 دقائق. 10 دقائق ممكن تلاقي في ضغط مش عارف ايه، بعد كده تلاقي السيستم اتغير، السيناريو بتاع المباراه اتغير، تلاقي الوقفات الدفاعيه عامله ازاي، الرقابه اللي بيفرضها حسام والواجبات الدفاعيه على كل لاعب مصري في وقت معين ازاي، بقى في المكان دوت شكري، احمد، اسلام عيسى في الشمال، نص الملعب عامل ازاي في الرقابه والضغط. ده واجبات دايما بيكلف بيها حسام حسن لعبته امام النادي الاهلي بالذات. يمكن حته الضغط العالي بيعملها في الاول، بعد كده هتلاقيه بيتراجع ويستغل السرعات ويستغل المساحات. طبعا هو اكيد دارس النادي الاهلي بشكل جيد جدا، عارف السرعات بتاعت وليد ازارو، مش هيحاول، مش هيديله مساحه، هيحاول تلاقي فيه عمق دفاعي
من كوفي او من اسلام صلاح. الاطراف عنده دايما ليهم دور دفاعي كويس جدا، يعني حسام في الماتشات اللي هي في الدوري بيدي ادوار هجوميه لشطا ومصطفى مارسيلو في الناحيه الهجوميه. طيب اتكلمنا عن المصري، نسمع كمان كوان احمد زميلنا من ارض الملعب يقول لنا ايه عن تشكيله المصري، ونرجع نكمل مع كابتن طارق العاشر وسؤال حول طريقه لعب المصري. تحياتي لك زميل عزيز سيد عبد الحفيظ، وتحياتي لكل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان من استاد برج العرب. دقائق ونشاهد ونتابع مباراه الاهلي والمصري في الجوله الثانيه من الدوري المصري الممتاز. تشكيله النادي المصري يمكن تشكيله متغيره تماما عن المباراه اللي فاتت امام الجونه. يمكن بنبدا معاك من حراسه المرمى احمد مسعود، رباعي خط الظهر من اليمين لليسار اسلام صلاح وكوفي ومحمد شطه ومصطفى مارسيلو، ثنائي الارتكاز حجاج عويس وايزي ايميكا، طرفي الملعب طارق جبرن واحمد شكري، اما لاعب الوسط اسلام عيسى وفي الامام محمود وادي. يمكن اتكلمت معاك عن تغيير التشكيله في حراسه المرمى، كان مشارك في المباراه الاولى محمود السيد، النهارده بيشارك مكانه احمد مسعود، كذلك احمد جمعه بدا نزل مكانه النهارده وادي، كذلك عمرو موسى كان مشارك النهارده نزل مكانه حجاج عويس، محمد جابر اللي شارك في التشكيله الاساسيه خرج خارج التشكيل. تغييرات مختلفه من الكابتن حسام من اجل احراز ثلاث نقاط مهمه بالنسبه له ومهمه كذلك للنادي الاهلي. اعتقد مباراه كبيره بين فرقتين كبار جدا، يمكن دي اهم واخر الاخبار لدينا وتشكيله النادي المصري اللي بيلعب 4 2 3 1 امام النادي الاهلي. اليك الكلمه زميل عزيز السيد عبد الحفيظ. شكرا كوان. يمكن طرفي الملعب هنا وهنا كابتن طارق، مباراه مع بعض على سبيل المثال احمد فتحي مع وليد سليمان، اسلام عيسى مع مصطفى مارسيليو، الاثنين وجها لوجه او الاربعه بقى وجها لوجه، الالتزام الدفاعي هيبقى مهم جدا في المباراه اللي زي كده. على الجانب الاخر علي معلول مع مؤمن، او ما اسف علي معلول مع ميدو جابر قدام شطا وترك. الطريقه نفس الطريقه نفس الطريقه هنا وهنا، يعني يبدو ان حسام حسن برضو بيلعب ب 4 2 3 1 لو وظفناها بالظبط بقى. حضرتك شايفها معايا ولا لا؟ زي ما انا اتصور كده، انا اتصور كابتن سيد ان هو هيلعب بثلاثه في نص الملعب، مش هيلعب باثنين. مين؟ حجاج وايزي. ومين؟ حجاج وايزي وترك. ترك بيلعب ناحيه الشمال، حجاج يمين، وايزي هو اللي واخد المنطقه الدفاعيه الارتكاز امام الاثنين سترابيين. يبقى خاص بنصر ماهر بقى، لو كده ممكن يبقى عايز يمسك نصر ماهر. هو اكيد صح كده. شوف انا من متابعتي يا حجاج، متابعتي الكابتن حسام حسن في مبارياته خاصه مع المباريات الكبيره، وبيحاول ان هو ينقل منطقه العمليات كلها، بيلغي التحضير تماما لانه عارف مقدار النهارده اهميه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي، وعارف اسلوب النادي الاهلي خاصه في الضغط المنظم. كتير جدا جدا السنه اللي فاتت الضغط المنظم اثر بالايجاب مع النادي الاهلي في كثير من الاهداف اللي هو استطاع ان هو يحرزها، وده يمكن اللي كان عامل سلبي في مباراه الاسماعيلي، مع ان الشوط الاولاني سنحت فرصتين مهمين جدا جدا لازارو في هدفين. لان انا وانا بسترجع كده مباراه المصري اللي هي جت في الشاشه من خلف، لقيت في الدقيقه 18 السنه الموسم اللي فات الاهلي احرز هدف، وده اهميه التوقيت. صح. الهدف الفرصه بتاعت ازارو مع ماتش الاسماعيلي في الدقيقه 20 دي ما فيش شك بتقلب مجريات الامور المباراه. فانا اعتقد ان حسام هينقل كل الصراعات على الكرة التانية، وهي اللي بيوجدها خاصة في تواجد رأس حربة، بيوجد ألعاب الهواء زي محمود وادي زي ما عرفنا وادي اللي هنشوفه، وبيعتمد على الاندفاع البدني وتقريب المساحات ثم الرقابة ثم الاستخلاص في الكرة التانية. يعني كل الصراعات على مين هيسيطر على الكرة التانية سواء الدفاعية أو الهجومية. ده أنا متصور أنه بالإضافة طبعا في الشك، أنا زي ما قلت لك زي ما النادي الأهلي عنده محور لعبه خاصة في عن طريق الاطراف بدور احمد فتحي ومعلول في ارسال الكرات العرضية، ثم وليد سليمان النهارده دخول ميدو جابر برضو من العناصر اللي انا اتمنى ان هو يبقى فعال مع في خط هجوم النادي الاهلي، لان الماتش بتاع الاسماعيلي الخط ده كان معطل بشكل كبير جدا جدا. فاتمنى النهارده ان لما خط هجوم النادي الاهلي خاصه في ظل هذه الصراعات ان بقى عنده فعاليه اكتر، وكمان حلول في اللي انا متصوره الرقابات ثم تشديد الرقابه ثم تضييق المساحات. هنا الحلول الفرديه المهاريه لها دور مهم جدا. احنا شفنا اللقطتين اللي قال عليهم الكابتن حماده اللي ناصر اللي يمكن عطت له افضليه طول المباراه، اللي هي الاثنين اسيست اللي عملهم، واحد لازارو بانفراد والثاني برضه كمل فيها واستطاع ان هو يضيع الهدف. لكن
انا شايف ان الصراعات دي هتفضل يعني من بدايه المباراه لنهايتها الى ان يحدث مستجدات خاصه في البدايات. بدايات من الفرقتين هتكون حذره جدا جدا جدا، تقريب المساحات، الهاي بريسنج من الفرقتين. انا يعني شايف طول مباريات المصري مع الاهلي بتتمتع بهذا الاسلوب، الرقابة، عدم الأخطاء مهم جدا جدا، عدم الأخطاء مهم جدا جدا. كل ما يعدي الوقت المهم انك ازاي تحقق الثلاث نقاط، ده مهم بالنسبة للنادي الأهلي ومهم بالنسبة للنادي المصري. عامل التوقيت مهم جدا جدا، الرقابة، عدم الأخطاء زي ما قلت، استغلال الأسلحة والمساحات الكبيرة جدا سواء من عن طريق الأطراف سواء من عن طريق العمق. الأهلي عنده محورين مهمين جدا، أحمد وليد ومعلول وميدو، وبالاضافه لناصر ماهر خلال بالحاجات البينيه اللي هي مديها لخط الهجوم النادي الاهلي. طيب اسامه، يمكن يعني من الحاجات المهمه قوي في لقاءات الاهلي والمصري خلق المساحه، وان انت تشتغل على خلق المساحه. يعني ممكن المساحه تكون موجوده لك اساسا بحكم لعب او موقف لعب، وفي مرات انت اللي بتخلقها او انت اللي بتحضر لها. يعني لو سمير تحضر لي على طول حاجتين، الهجمه الاولى بتاعت علي معلول في ماتش الاسماعيلي، والجون الثاني للاهلي السنه اللي فاتت مثلا بتاع وليد سليمان. يا سمير يا ريت تكون رابط معانا على طول. ليه؟ لان في المباريات اللي زي كده كتير قوي بتلعب مان تو مان، كل واحد مع واحد، كل واحد مع واحد، كل واحد مع واحد. ينزل وليد ازارو بنص الملعب، مفيش عيب في كده، بالعكس ده انت هتلاقي الناس اللي تحت الفرود على طول هي اللي تستغل. صلاح مثلا في ليفربول، ماني في ليفربول، ميسي حتى، رونالدو. الناس نزوله ده بهدف، بهدف ان انت تخلق مساحه ورا السيرد باك على طول، فتلاقي الدنيا بقت واسعه بشكل كبير جدا. اعتقد ان لو ميدو جابر استغلها بشكل كويس قوي النهارده، يعني على سبيل المثال زي ما وليد سليمان استغلها في الهدف الثاني، ممكن تساعد النادي الاهلي في احراز اهداف كتير. ودي من ضمن الحاجات المهمه جدا ومفاتيح لعب النادي الاهلي، هي تحركات وليد ازارو. وليد ازارو ما بيلعبش قدام ثابت في 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 الحته اللي في الوسط قدام ال 18 بتاع النادي المصري، لا، وليد ازارو ذكي جدا بتحركاته، بيبدا يتحرك ناحيه اليمين، يتحرك ناحيه الشمال، وبيسقط تحت، بيبدا يدي او يفضي مساحات كويسه جدا لناصر ماهر. شفنا اختراقات ناصر ماهر، وشفنا اختراقات الماتش اللي فات كان اسلام محارب على فترات، كان ناصر ماهر اكتر، مؤمن زكريا، ممكن الطرفين. فالنهارده اللي بيخلق المساحات دي هو وليد ازارو. يعني بص يا كابتن اللي انا اقصد عليه، بس مش ده، بص ده اللي لعبها كان وليد ازارو. بص حضرتك، ما دي تحركات مساحه، دي مهمه مساحة جدا. هو بيعملها بشكل كويس جدا ومميز فيها دايما التحركات العرضيه. شفت النهارده صار نزل تحت، خلق مساحه تحت، بص الاسلام محارب ممكن او ناصر ماهر الناحيه الثانيه، الاطراف تبقى انت فاتح مش ضامم الملعب. يعني النهارده لو علي معلول ضامم الملعب وقفل الملعب مش هتخلي المساحه دي، لازم يفتح على الخط بره، تبدا تخلي المساحات ورا الطرفين تتعمل. فهو وليد ازارو مميز في الحته دي. بص دي بقى، معلش انا باكد عليك يا كابتن اسامه واسيبك تكمل طرحك. دي رجعها وليد دي سليمان. وليد سليمان، ما وليد ازارو في الاول ايوه اتحرك لورا ضغط. بص ده عبد الله، بص هتلاقي، بص ده وليد ازارو واجايه نزل. وليد سليمان اتخلقت المساحه اللي ورا وليد ازارو او اجايه، يبدا يتحرك فيها. تمام. دي بس النهارده بقى كابتن سيد، هل الماتش اللي فات حصلت واحده حصلت اللي هي راحت لناصر، ناصر اللي ضيعها، مظبوط، اللي عامل الاسيست هو وليد، وليد بدناه نزوله ثم الاسيست، خد الكوره، هو خد ده مثال قوي للكلام دوت، ان الكوره بتاعت وليد ازارو. بس النهارده هل هنشوف بقى المساحات دي؟ يعني النهارده في المصري في لقاءات هي هتكون موجوده، بس اكيد مش موجوده طول المباراه. هتتخلق، بس النهارده لما تيجي الفرصه لازم انا اكون مركز زي وليد ازارو، لازم ادوس على الكوره واروح بسرعتي، ولازم يعني يبقى فيها تركيز مليون الميه. النهارده الفرص اللي بتيجي في بدايه المباراه واقدر اخلصها، دي بتقتل المباراه، حتى بتغير اسلوب لعب النادي المصري نفسيا وفنيا وكل حاجه. انت عارف راس الحربه لما بلعب براس حربه واحد وبلعب الثلاثه اللي من تحت، الثلاثه دلوقتي المهاجمين، راس الحربه من بيلعب قدام ده بيعتبر صانع لعب، ممكن ما يسجلش ولكن بيخلق فرص للتهديف لما بيطلع لبره اللي بينزل لتحت. دي خلق المساحه للناس اللي جايه من تحت. الاقي مدربين كتير بيتكلموا لك كده، ما تخرجش بره الصندوق، لا لازم اخرج بره الصندوق عشان اعمل مساحات لعب. اخرج بهدف، ولازم اخرج بهدف، حركه كمان، مش بخرج يعني لا بخرج بجر معايا مساك او واخد المساحه دي بتفضل للراجل لميدو جابر اللي جاي من هنا لوليد سليمان. وشفناها كتير، يمكن النادي الاهلي مميز جدا بالتحركات اللي هي بدون كوره، التحركات اللي هي في نص الملعب، التحركات الاماميه، تحرك كويس جدا. دور كبير جدا النهارده لصانع اللعب اللي هو ناصر ماهر النهارده. ليه دور كبير النهارده؟ ليه دور كبير في التايمنج بتاع الباصه. هو عملها الماتش اللي فات بشكل جيد. التحركات ديت لما بتحرك عايزه التوقيت بقى في الباصه.
لكن ممكن اتحرك وتبقى يحصل تعطيل في الباصه دي، اكيد التحرك بيبوظ مني. شوف في ماتشات النادي الاهلي خاصه في مثل الدربيات الكبيره اللي زي المصري زي الاسماعيلي، مهم جدا انك تبقى معاك مفاتيح المباراه، امتى تعلي الريتم وامتى يعني توتر الريتم، انت تتحكم في الريتم بتاع المباراه. الحاجه الثانيه مهم جدا جدا للحلول بتاع الخط الامامي، لان من المتوقع ان النهارده تبقى في رقابه شديده جدا جدا، وانا قريت تصريح الكابتن حسام على بيشدد على المدافعين في رقابه ازارو، خاصه ازارو. فالنهارده ازارو لو ما تحررش من هذه الرقابه بعمليه الخلخله دي، ثم التبادل بين ناصر وبين وليد وبين ميدو جابر، عدم المركزيه، التمركز في اماكن، ان انا ادي للمدافع ان انا اسلمه نفسي يعني انا بمعنى ان انا اسلمه نفسي، اذا انت حصلت كده يبقى انت مش هتحصل على اي فرصه. لازم تعمل عمليه التبادل في الاماكن، وانك ازاي تخلق مساحه للظاهرين لعلي معلول، لان دول مهمين جدا جدا في الثقل الهجومي للنادي الاهلي. انت عندك برضو الاطراف ميدو ووليد عندهم الحته دي، عندهم اللي هو الدخول للعمق وبيفتحوا مساحه ده اللي مميز بيه النادي الاهلي. ازاي يخلق مساحه للطرفين. الحاجه الثانيه اللي مميز فيها النادي الاهلي كمان، المفترض الكثافه العدديه اللي انا شايفها ورايا دلوقتي بتفرج عليها في الشاشه، الكثافه العدديه الهجوميه في الترابط بين الخطوط، ويمكن اثرت بالسلب في مباراه الاسماعيلي لان هو تباعد الخطوط. النهارده انت بتلعب على الكره الثانيه، يبقى محتاج ان الاثنين ديفندر قافلين بشكل كويس جدا، ديفنس برضو قافل معاك بشكل كويس. ما تديش مساحات ان الفرقه ان هي يستحوذ ويعمل عليك مرتده، اللي هي مميز بها النادي المصري. الكره الثانيه مهم جدا في المحاربه دفاعيا، سواء دفاعيا او هجوميا، محتاج كل ده. انا اعتقد ان في المحاضره الفنيه اللي حصلت في التدريبات اللي فاتت في النادي الاهلي تناول كل هذه السلبيات اللي المفترض النهارده نلاقيها في ايجابيات مع النادي الاهلي النهارده في مباراه المصري. طيب اسامه، لكل فرقه عندها اوراقها الرابحه المميزه. اوراق الاهلي من وجهه نظرك واوراق المصري من وجهه نظرك. يعني من ضمن الحاجات الكويسه في النادي الاهلي في الدكه بره اللي بيمتلكها كارتيرون، في محمد شريف. محمد شريف ظهر بشكل مميز جدا في مباراه الاسماعيلي، وبرده من الحاجات الكويسه النهارده ما بداش النهارده المباراه، كان في اقاويل ممكن محمد شريف يبتدي المباراه مكان مؤمن زكريا او لا، النهارده استقروا على ميدو جابر. ميدو جابر هو الافضل ان يبتدي المباراه. انت عندك لعيبه ممكن تبقى جنبك على الدكه تنزل تعمل ممكن لعيب يعمله في 90 دقيقه، دي ممكن تبقى الشوط الثاني، لكن بتكلم في البدايات، في البدايات اللي في الملعب. في الملعب طبعا، ما هو الخط الهجومي او مفاتيح النادي الاهلي اللي احنا قلناها كابتن سيد، هو ميدو جابر وليد سليمان، ودول عندهم النزعه الهجوميه، عندهم التكمله الهجوميه. كره لما بتدخل 18 بتلاقي فيه وليد سليمان متواجد في 18، بتلاقي ميدو جابر عنده النزعه الهجوميه انه يكون متواجد في الكره الثانيه ورا وليد ازارو. يعني النهارده لو شفنا علي معلول بيعمل كره عرضيه ما بتلاقيش ازارو لوحده، لا وليد سليمان بتلاقيه دخل كمهاجم ثاني في ظهر وليد ازارو، والناحيه الثانيه العكس، لو احمد فتحي بيرفع من الناحيه اليمين بتلاقي ميدو جابر عنده النزعه الهجوميه دي، زائد ناصر ماهر طبعا بيكون متواجد. النهارده طبعا بوجود حسام عاشور في وسط الملعب وهو اللي بيقف في نص الملعب وبيعمل عندك عمليه تدوير الكره، بتلاقي السوليه برضو عنده الناحيه الهجوميه بتزيد شويه، عكس المباراه اللي فاتت شفنا يعني هشام والسوليه في اوقات كتير بتلاقي الاثنين موجودين او متحجم. النهارده هنشوف السوليه برضو لا بيكمل التكمله الهجوميه بتاعته، ان هو عارف حسام عاشور النهارده مطمن ان انا لو فقدت الكره عندي حسام عاشور بيغطيني في وسط الملعب. فدي مفاتيح النادي الاهلي. طبعا وليد ازارو من اللاعبين المميزين جدا ونضج، يعني الموسم اللي فات واخد هداف الدوري، احرز اهداف في توقيتات صعبه، وطريقه احرازه الاهداف كمان مميزه. فهو يعني وليد ازارو من المهاجمين دلوقتي اللي احنا يعني ممكن نقيمه في الدوري المصري من افضل المهاجمين في الدوري المصري، بيمتاز بالسرعه، بيعمل حاله جيده جدا في هجوم النادي الاهلي، وحتى لما بيغيب هجوم النادي الاهلي بيتاثر طبعا بيتاثر. لعيب عنده خبرات كبيره. طبعا برضو النهارده قلنا المساحات الضيقه، لازم النهارده علي معلول واحمد فتحي لازم يكونوا فاتحين طرفين الملعب بشكل كبير، ما ينفعش النهارده اكون في الكثافه العدديه في وسط الملعب واكون قافل في الزحمه دي، لازم يبقى النهارده حسام عاشور، السوليه، ناصر ماهر لما بتبدا الكوره القصيره والاستحواذ وتدوير الكوره لازم احمد فتحي يبدا يفتح الخط. النهارده احمد فتحي وليد سليمان يعني جبهتين لازم يشتغلوا بشكل كويس النهارده، علي معلول وميدو جابر لازم النهارده يشتغلوا بشكل كويس النهارده عشان تقدر تفتح الملعب، زائد طبعا ناصر ماهر عنده حريه الحركه عكس وليد ازارو دايما في المساحات الفاضيه.
اوكي، يبقى ده كلام كابتن الكبار في الاستوديو ملعب الاهلي، كابتن حماد الصدقي، كابتن طارق العاشي، وكابتن اسامه حسني. نروح لتقرير خاص بالاوراق المميزه هنا وهنا في الاهلي والمصري، وبعدين نكمل كلامنا وطريقه لعب المصري وطريقه لعب الاهلي في مواجهه هي الاهم في الاسبوع التالي. يترقب عشاق القلعة الحمراء في كافة أنحاء العالم مباراة في غاية الأهمية حينما يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نظيره المصري على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز في مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها نظرا لوجود عناصر متميزة في كلا الفريقين لديهم من القدرات والإمكانات الفنية والبدنية ما يؤهلهم لترجيح كافة فريقهم، حيث يمتلك المارد الأحمر عناصر رائعة سواء على مستوى اللاعبين الخبرة والشباب. هناك محمد الشناوي حارس المرمى المتألق الذي عبر عن نفسه بقوة خلال تواجده مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في روسيا. في الدفاع سعد سمير وسليف كوليبالي، أيضا سيكون الجوكر أحمد فتحي أحد العوامل الأساسية التي سيعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني. الوضع نفسه في وسط الملعب لحسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، ووليد أزارو، وهم بمثابة القوة الضاربة للقلعة الحمراء. في النادي المصري يعول الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن على محمد كوفي، إسلام صلاح في الدفاع. هناك الثلاثي الأخطر إسلام عيسى، أحمد جمعة، وأحمد شكري. في الوسط الوافد الجديد توريك جبرين، كما نجح المصري في التعاقد مع محمد من فريق طنطا الأسبق. بالتأكيد سيكون ثنائي الارتكاز فريد شوقي وعمر موسى أكثر عناصر القوة التي سيعول عليها الجهاز الفني للمصري. كارترون مع حسام حسن وتغييره في التشكيل الاخير اللي خاض بيه الاهلي الاسماعيلي، اربع تغييرات، وكمان المصري اربع تغييرات في التشكيله اللي خاض بيها لقاء الجونه. نستعرضهم كده يا كابتن حماد وتقول لي وجهه نظرك واسباب التغيير من وجهه نظر الفنيين او المديرين الفنيين. تغيير النادي الاهلي طبعا احمد فتحي رجع، حسام عاشور، ميدو جابر، وليد سليمان، ده كانوا في اصابه ورجعوا، يعني هم ده هم اساسي، ولكن هي كانت ميدو جابر يمكن خروج مؤمن، انا شايفه فني اكتر منه في حاجه اعتقد يعني كده، ولكن رجوع فتحي ده كان رجع من اصابه، ورجوع حسام عاشور ده اساسي بيلعب رجع من اصابه، نفس الكلام وليد. التغييرات اللي بيعملها حسام حسن كل مره لازم يفاجئك في الماتشات الكبيره بسيناريو معين، حتى بيشيل معاه اوراق مهمه جدا بره، يعني الاثنين الديفندر بيلعبوا على طول، واحد منهم موجود في الملعب، يا الاثنين عمرو موسى وفريد شوقي الاثنين على دكه البدلاء بره. ده سيناريو عامله حسام، ده اللي هنشوفه عامل حاجه غريبه، حاجه جديده هتشوفها مثلا محمود وادي دوت بيميز بالكره العاليه، كره طويله، فممكن يشتغل على هيلخص التحضير بكره طويله ويروح واخد الاهلي في نص ملعبه بالكره الطويله اللي هي بيلغي بيها التحضير، وبيستغل السرعه بتاعت اسلام عيسى واحمد شكري في الكره الثانيه دي. انا شايف من طريقه من التشكيل من التغييرات اللي بيعملها دايما حسام بيعمل مفاجات في تشكيلته، وعنده بره بيعتمد على سيناريوهات في المباراه ممكن تخدمه، عنده احمد جمعه او خاصه وعنده ناس بقى بالظبط كده، عنده جاريندو، عنده احمد جمعه ممكن يحط راس حربه ثاني حسب النتيجه، يعني بيعمل سيناريو دايما في الشوط الثاني، هتلاقي برضو الشكل متغير، السيناريو اثناء الشوط نفسه 10 دقايق من قسمها ضغط، 5 دقايق دفاع منطقه،
حسام على طول عنده تحولات، هو شاطر في الحته دي بيعملها كويس، لما بتمشي معاه مع مع التيم بتلاقي شكل المصري في تغيرات كتيره في في سيستم اللعب، حتى الطريقه نفسها والوقفات بتاعتهم متغيره في الملعب. فهو مفاجئ النهارده النادي الاهلي بحاجه معينه، اكيد مستر كارتيرون ذاكر المصري في في يمكن الشكل ده ما لعبش بيه السنه دي خالص. فقال لك الراجل ذاكر على حاجه معينه، بالذات الماتش اللي فات كان عنده سلبيات كتيره في الملعب، سهرات كتيره في مباراه الجونه. فهو غير الشكل خالص وغير طريقه اللعب، يعني هو حاطط لنا في نص الملعب مثلا في ثلاثه، لكن انا متوقع يبقى في خمسه في نص الملعب. لو بيعتمد على كميه الجري. طبعا كميه الجري. واللي جاي اكتر بدنيا ممكن طبعًا. وبيخلي بره معاه بيستفيد دايما بالتغييرات اللي معاه بره بتنشيط في الناحيه الهجوميه حسب سير المباراه، ولكن هو هيغيرهم، هتلاقي احمد جمعه نازل، هتلاقي فريد شوقي او عمرو موسى نازلين في نص الملعب لو لقى خلل عنده هنا. فده مفاجأة بيفاجئ بيها حسام في تشكيلته مباراه كبيره زي النادي الاهلي. اي مدير فني يا كابتن سيد كابتن حماده بيحتاج ان يبقى معاه اوراق تستطيع ان هي تصنع له الفارق من خارج التشكيله الرئيسيه، بيبقى هو عامل السيناريو زي ما بيقول كده كابتن حماد، محضر مين اللي هو لو الدنيا قفلت وهو من المتوقع ان في رقابات اجهدت مفيش اي حلول، بس عارف مين واحد واثنين وثلاثه هيصنعوا لي الفارق. فمش المهم البدايات، لكن المهم ايه؟ النهايات. النهايات اللي في النهايه اللي بتتحسب على الثلاث نقاط. صح. مهم جدا اكون حاطط لنفسي انا مين انا اسف ان بقطعك، بس مش مهم كمان مين يعني يعمل لي الفارق، ممكن اللي يحافظ لي على النتيجه اساسا. بالظبط يعني التشكيله وهنا حسب حسب سيناريو المباراه، عاوز تحافظ او عاوز تحقق الفوز. يعني يعني الماتش بتاع الماتش بتاع الاسماعيلي النادي الاهلي عمل ايه؟ كثف، غير من اسلوبه، ابتدى يعمل الكرات الطوليه، فاقل عدد من الزمن، فاقل لمسات في الاخر عشان اوصل للهدف. المهم ان اوصل للهدف بتاعي، الهدف اللي انا عاوز يعني احققه. النهارده تواجد وادي على حساب احمد جمعه اللي هو مفترض الراس الحربه الرئيسي، بس مهم قوي، ما هل احمد جمعه برضه مصاب يا كابتن سيد؟ عنده مثلا حاجه؟ لا ده بديل. لا ده بديل. انا بديل بس بديل مصاب برضه ديت. هو حسب انا متصور حسب الرؤيه الفنيه اللي شايفها حسام عاوز ينفذها النهارده امام النادي الاهلي. طب زي ما قال حماده ان كابتن حماده ان في وقت معين او عنده ثقه اكبر في في محمود وادي للدرجه دي ان هو يبقى على حساب واحد من الناس اللي قدمت موسم كبير جدا اللي هو احمد جمعه سالفه. بص جمعه في الكور الطويله مش مجدي فيها قوي، هو عايزها في مساحات، مساحات او الكور العرضيه عاوز يقطع كويس. هو ممكن يشتغل على الكور الطويله للراجل دوت. في وجود كولوبالي مع جمعه هيبقى في تفوق لكولوبالي. بالظبط كولوبالي. انت رايك ان كولوبالي اللي ياخد جمعه، اللي ياخد اسف محمود وادي؟ هو سمير. لا انا بقول لك دماغ حسام ايه الافضليه فكر ليه يعني في محمود وادي. اوكي. ان هو شاف ان هو ده يعني تصوري ان هيبقى في افضليه لكولوبالي لو انا هعتمد على اسلوب السكند بول، ان انا اقلل كل الصراعات في منطقه دفاعات النادي الاهلي وابتدي اعمل الهاي بريسنج على السكند بول عشان اخد الكره الثانيه. فمحتاج واحد يقدر ياخد لي الكلام ده سواء دفاعيا او هجوميا، او على الاقل يبقى موازي مع كولوبالي، لان في تفوق لكولوبالي في العاب الهواء. سعد سمير نفس الكلام. فانا محتاج واحد يعني بيتميز بالطول. ف كان هداف الدوري الاردني. فكون ان هو يفضل احمد اللي هو الرئيس حاطه برضه للكور الثابته على النادي الاهلي، يرجع يبقى راجل مدافع مع كولوبالي. فكره دي يقول لي برضه والنادي المصري خلي بالك احد اسلحته المميزه كرات الثابته. صح. حسم بيها مباريات كتيره جدا جدا الموسم، اخرها مع الجونه، الماتش اللي فات كره ثابته ضربه ركنيه بصراحه الامانه فيها نوع من التكتيك هم متميزين بيها بشكل كبير جدا. شمسه واحده لازم فيها تريك عشان انا متصور يعني برضو الاوراق الخارج الخطوط لها دور مهم جدا في الفرقتين خصوصا بقى في الشوط الثاني. بالظبط. طيب بيقولوا لنا كريم احمد بيقول لنا من ارض ملعب ازارو خد كدمه خفيفه كده يعني مش عارف في ايه يعني مش عارف ليه عجلين ثلاثه عجول فاتت وليد سليمان ثلاثه عجول اسمعوا كلام ثلاثه عجول. طيب خد كدمه في عينيه يعني بعيد عن الركل. كابتن اسامه عشان خلاص فاضل لنا قد ايه؟ ثلاث دقائق فكل واحد له دقيقه. كابتن اسامه الافضليه ممكن تكون لمين؟ يعني الافضليه في البدايه ممكن تكون لمين؟ اتمنى تكون الافضليه للنادي الاهلي، البدايه تكون اقوى من مباراه الاسماعيلي. الاسماعيلي دخل الجيم من اول 10 دقائق لما بدا السيطره والاستحواذ. لازم النهارده الضغط بتاع النادي الاهلي سواء في وسط الملعب او الضغط العالي على النادي المصري لازم يكون في قوه، ولازم يبقى في رساله ان انا النهارده لازم اخد الثلاثه بونت. اتمنى برضو النهارده يعني التحكيم يكون على مستوى المباراه. النهارده دي مباراه كبيره
فتمنى النهارده الاخطاء التحكيميه ما تبقاش مؤثره في المباراه، تبقى اخطاء يعني عابره، ما تبقاش مؤثره زي مباراه الاسماعيلي. طيب كابتن حماده قدامنا دقيقه، كابتن طارق قدامنا دقيقه. فكر المدربين حضرتك شرحته وطرحته، فكر المدرب المصري كابتن طارق برضو شرحه وطرحه، لكن يبقى حاجات فرديه، مهارات فرديه، مهارات شخصيه متواجده النادي الاهلي مع النادي الاهلي النهارده بكثافه، عن طريق وليد سليمان، عن طريق حسام عاشور، عن طريق ناصر ماهر، ناصر ماهر، عن طريق احمد فتحي معلول. في القياده اهميه الناس دي وادوارها خصوصا في اللقاءات الكبيره اللي زي لقاءات مصر، ادوار كبيره جدا في الناس اللي عندها ثقه. المباراه تقيله عليها ضغط يعني على الفريقين، فمحتاج اللاعب اللي يعرف يقف على الكوره، اللي يمتص التيم الثاني في الفريقين برضه. النادي الاهلي عنده الثقه، عنده الثقه، عنده اللعيبه اللي بتعمل الكلام ده، عنده وليد سليمان من الناس اللي بتعرف تقف على الكوره، امتى باخد الفاول، امتى بتحرك، عنده ناصر، عنده حسام عاشور، عنده السوليه، السوليه من اللعيبه اللي ليها ادوار كبيره. عايز اسيب الماتش اللي فات، لكن السوليه صح بقى له فتره طويله جدا، يمكن احنا قلنا ده كان لازم يروح مع منتخب مصر كاس العالم، اتظلم، اتظلم، لعيب محوري الديفندر اللي هو اللي بيكمل كويس جدا، هتلاقيه جنب ناصر ماهر في اوقات كتيره تحتيهم عاشور، ف دي الاسماعيلي السنه اللي فاتت كده رجليه بتاخده بالظبط كده، دي ليهم ادوار كبيره النهارده اللعيبه اللي انا اتكلمت عليها دي. طيب كابتن طارق يحيى، طب طارق يحيى، كابتن طارق العشري يعني طارق يحيى مقدم اسبوعين كويسين، عامل اسبوعين كويسين طارق يحيى، كابتن طارق عشان خلاص اللعيبه نزلت ارض الملعب. المصري مع الاهلي الحماس غالي في كل الاوقات، وحضرتك قلت حاجه منتهى الاهميه وهي اللي بيشتغل على حسام حسن، كميه الجري، كميه الجري، كيف يمتصوا الاهلي في البدايه؟ انا اشوف ان طب ما فيش شك طبعا السيناريو اللي حطه كارترون للنادي الاهلي اعتقد هيعتمد بشكل كبير جدا 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 على تنفيذه اللاعبين داخل الملعب. شوف في الاخر هو الصراع داخل الملعب بين اللاعبين، مين اكثرهم تركيزا، اكثرهم تركيزا، اكثرهم تنفيذا هو اللي هيكون ليه الغلب. فالدربيات اللي زي ديت ممكن تفاصيل صغيره تصنع الفارق. فاحنا انا اتمنى ان النادي الاهلي يكون تدارك الموقف في خلال اليومين اللي فاتوا دول اللي هم السلبيات، لكن هي مباراه من العيار الثقيل امام ضيف يعني بمعنى الثقيل في كره القدم. ف ممكن يعني الحاجات الصغيره ديت ممكن قد تنتهي بضرب جزاء، قد تنتهي بفاول، قد تنتهي بضربه ركنيه. النادي الاهلي النهارده عليه يكون صبور جدا 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 جدا، اهميه التوقيت بتاع بدايه المباراه مهم جدا جدا، والمهم ان احنا عاوزين نشوف مباراه مهمه نظيفه بين فرقتين بتتنافس على احراز الثلاث نقاط. كلامنا خلص خاص بلقاء الاهلي والمصري او المصري والاهلي في الجوله الثانيه، اللقاء الاهم في الاسبوع الثاني. الحاجه الوحيده اللي عايز اقولها، الكلام كتير والتحضير جميل وكل حاجه، لكن يبقى التوفيق في الملعب. المهم كمان ان انت ما تتشدش وما تتعصبش وما تروحش لملعب غيرك من النرفزة او العصبية او محاولة الاثارة، خليك في الملعب، انت الاحسن، انت اللي تكون متفوق. كل التوفيق للنادي الاهلي، هنروح نتفرج على اللقاء وبالتأكيد لنا لقاء وعودة وتحليل خاص بلقاء الاهلي والمصري.